عايزين اركبه وحطها حلوه يا جوه الجول. عبد الباقي ثاني والرافعه في النص وحلوه وكويسه. عبد العزيز عبد الشافي وبيلعبها والجول الثالث، الجول الثالث زيزو. هو جول عبد العزيز وحط جول، جول زيزو، الجول الثاني. مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم. النهارده بيتجدد لقائنا مع حضراتكم من خلال استاد الاهلي، ولكن ايضا من اجل لقاء خاص جدا، لقاء اعلنا عنه وكررنا التنويهات الخاصه به خلال الايام الماضيه، لان اللقاء مع شخصيه لها قيمه كبيره جدا في عالم الرياضه وفي عالم كره القدم المصريه وبالتاكيد في القلعه الحمراء في النادي الاهلي المصري. هو بالتاكيد شخصيه لها ثقل ولها أيضا الكثير من المحبين والمعجبين، والكل يؤكد أو يجمع على أنه من أفضل الشخصيات أخلاقا وسلوكا والتزاما في الوسط الرياضي والوسط الكروي المصري على مدار تاريخه، مسؤولا إداريا، لاعبا، مسؤولا في أي قطاع من قطاعات النادي الأهلي أو مع أي قطاع من قطاعات الكرة داخل أو خارج مصر، تجارب احترافية، تجارب تدريبية داخل وخارج مصر، وأيضا مشوار يشهد له الجميع بأنه كان مثال للسلوك القويم ومثال للأخلاق الرياضية وللثقافة الرياضية. عشان كده دائما أبدا هو بنعتبره من الأمثلة التي تحتذى في العمل العام وفي الوسط الرياضي المصري، لأنه دائما بيتكلم باتزان وبعقلانية شديدة جدا في كافة القضايا والملفات الرياضية المختلفة، وبشكل خاص عن النادي الأهلي وكل ما يتعلق بالنادي الأهلي ومشواره وتاريخه وأخلاقه ومبادئه ونجاحاته المستمرة بإذن الله. الكابتن عبد العزيز عبد الشافي بالتأكيد كان من أفضل وأقوى المواهب الفطرية اللي شفناها في تاريخ كرة القدم وفي الملاعب المصرية والعربية على الإطلاق. هو شكل ثنائي خاص جدا مع النجم الكبير محمود الخطيب في ذاك الوقت، وكانوا بيشكلوا ثنائي من أقوى الثنائيات اللي شفناها في تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية. مشوار طويل جدا من الكفاح ومن الاجتهاد ومن النجاحات بين الملاعب كلاعب كرة قدم في النادي الأهلي ومنتخب مصر، وبعدها أيضا مشوار طويل مع التدريب ومع الإدارات المختلفة اللي تولاها والعمل الإداري في قطاعات مختلفة، وصولا إلى هذا المنصب الجديد على الملاعب وعلى الرياضة المصرية، المدير الرياضي للنادي الأهلي. هنتكلم معاه عن كل شيء، الذكريات، الحاضر، المستقبل، التوقعات، خطط العمل وبرامج العمل واستراتيجيات النجاح المستمر والمستهدف دائما بإذن الله في النادي الأهلي المصري. حديث لا ينقطع ولا ينتهي مع النجم الكبير الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، وهنحاول من خلاله نتعرف على مهام منصبه الجديد، علاقته بباقي المناصب، المدير الفني للفريق الأول، مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي، مدير الكرة في النادي الأهلي، توزيع هذه المهام والاختصاصات، فضلا عن قضايا كثيرة جدا رياضية وكروية هيهمنا بالتأكيد نستمع إلى رأي هذه الشخصية المتميزة في عالم الرياضة وعالم كرة القدم المصرية، الكابتن والنجم الكبير عبد العزيز عبد الشافي. خلونا نبدأ مع حضراتكم بهذا التقرير ثم نعود لاستقبال الكابتن زيزو. وجدير بالذكر وبنفكر حضراتكم من أول دقائق في هذا اللقاء هيكون في هاشتاج خاص جدا طوال وقت الحلقة، اسأل زيزو، بنعرف من خلاله أراء حضراتكم وتساؤلاتكم اللي هننقلها للكابتن عبد العزيز عبد الشافي على الهواء مباشرة. تابعونا وشاركوا معنا بكل الأسئلة اللي تحبوا توجهوها للنجم الكبير الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. فاصل ونعود. We'll be right back.
عاوز تغيزه هات له زيزو. هكذا كانت تغني جماهير الأهلي في السبعينيات. لم يكن تعلقها باللاعب القصير الموهوب عبد العزيز عبد الشافي تعلقا عاديا، عشقته الجماهير بجنون، ارتبطوا بموهبته وأخلاقه أيضا، فأصبح منذ الصغر واحدا من أهم أساطير الأهلي الكروية. ولد عبد العزيز مصطفى عبد الشافي بالقاهرة بعد 5 أشهر فقط من ثورة يوليو عام 1952. انضم لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء وعمره 15 عام، لكنه خطف الأنظار سريعا ليتم تصعيده للفريق الأول بعد 2 فقط، ليضع بصمات عديدة ولينال شعبية جارفة خلال 10 سنوات قضاها بالفريق الأول بالأهلي. لكن الإصابة اللعينة حرمت الكرة المصرية وعشاق الساحرة المستديرة من موهبة نادرة توقف أمامها كل المدربين الذين أشرفوا على تدريبه، بل إن المنافسين قبل الأصدقاء والأحباب أشادوا بقدراته وسلوكه. كان زيزو محبوبا من الجميع، نال شهرة واسعة بعدما لعب لمنتخب مصر وعمره 17 عام، وهو من النجوم القلائل الذين ارتدوا فانلة الفراعنة في هذه السن الصغيرة. بعد الاعتزال خاض زيزو تجربة تدريبية ناجحة منذ عمله بقطاع الناشئين بالأهلي. سريعا ما تولى واحدا من أهم المناصب، حيث عمل مديرا للكرة عام 82، ثم عمل مدربا مساعدا للراحل محمود الجوهري، تولى تدريب منتخب مصر الأولمبي والعديد من الفرق في الدوري الممتاز كالاتحاد، المقاولون، أسمنت السويس، بلدية المحلة، حيث صعد مع البلدية لنهائي كأس مصر عام 2002. تولى زيزو تدريب العديد من الفرق العربية من أبرزها اتحاد جدة، الأهلي السعودي، النجم اللبناني. حقق مع كل هذه الفرق نجاحات كبيرة، دائما ما تصفه جماهير الأهلي بالمنقذ. لم يتأخر يوما عن النداء، كان حاضرا بقوة في كل المناسبات. لا يزال هذا النجم الكبير متمسكا بمبادئ الأهلي التي تربى عليها، يرفض المساس بكبرياء ناديه مهما كانت الظروف. وبرغم أدبه الجم وهدوئه المعهود، إلا أنه يتحول لشخص عصبي للغاية عندما يتعلق الأمر بالأهلي. تنتظر الجماهير طلته الليلة على شاشة الأهلي ليرد على كافة التساؤلات وليستعيد الكثير من الذكريات. يتحدث عن دوره الجديد بعد تعيينه مديرا رياضيا للنادي وعضوا بلجنة الكرة، يكشف عن مستقبل الأهلي ورأيه في الصفقات الجديدة للفريق وأشياء أخرى مع الراجل الأهلاوي جدا كابتن زيزو بعد الفاصل. النجم الكبير الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا والمدير الرياضي للنادي الأهلي، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهاردة ومنورنا في الاستوديو في استاد الأهلي يا كابتن زيزو. وإن شاء الله يكون لقاء طبعا شيق جدا للجماهير، وبالتأكيد بوجود حضرتك معانا ونقدر نعرف كل الأسرار وكل الحاجات اللي حابب تكلم عنها جمهور النادي الأهلي. بإذن الله. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ محمد، وأنا سعيد أكتر بوجودي معاك ومع المشاهدين. ويعني أنا دايما بسعد لما بكون موجود مع قناة النادي الأهلي بالتحديد في أن أنا أتواصل مع جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بشكل عام،
واتمنى التوفيق ان شاء الله في الحلقه ان شاء الله. وعشان كده وعشان احنا حريصين على تواصل الجمهور باكبر شكل ممكن مع حضرتك وحب الجمهور اللي شفناه في لقطات كتيره في التقرير السابق اللي تابعناه مع حضرتك ومع مشاهدينا، بنفكر حضراتكم مره ثانيه طوال وقت هذا اللقاء وعلى مدار 3 ساعات ان شاء الله هاشتاج اسال زيزو، من خلاله هناخد مجموعات من التساؤلات، مجموعه من التساؤلات من حضراتكم من مشاهدينا مشاهدي قناه الاهلي ومحبي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي داخل وخارج مصر، ان هننقله على مدار الحلقه وكل فتره من فترات هذا اللقاء هنختار مجموعه من الاسئله نوجهها مباشره على الهواء للكابتن زيزو ونعرف من خلالها ردوده على كل التساؤلات والاهتمامات اللي حضراتكم عايزين تنقلوها لضيفنا النجم الكبير الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. شفت تاثر في عينيكوا وحضرتك بتتابع معانا التقرير اللقطات الخاصه بحب الجمهور لاعبا ومدربا وحفاوه الجمهور لا بك. طبعا دي اكبر نعمه ربنا انعم بيها عليا في حياتي كلها، جماهير الكوره بشكل عام وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص، لان دي نعمه لا تقدر بمال وبتمثل قيمه، والقيمه دايما بتفضل في تاريخ البني ادم وبتفضل معاه ملازماه باستمرار ودايما بتبقى يعني بتدي له دوافع وتحدث له الدوافع لما بتقدم الدوافع وبتخليه دايما في موضع مسؤوليه محببه اليه، لان انت لما ربنا يديك موهبه او يديك قدره على انك انت تسعد غيرك ده شيء عظيم جدا ونعمه كبيره جدا، فما بالك بقى لما تبقى جماهير بعرض جماهير النادي الاهلي وتاريخ كبير قوي للنادي الاهلي، فدي بتبقى نعمه يعني مضاعفه، فالحمد لله على هذا يعني الحمد اكيد لله. وتستحق ده واكتر يا كابتن زيزو. والله الحمد لله. اولا مبروك وتمنياتنا بالتوفيق وكان الله في عونك في المنصب الجديد مش بس على النادي الاهلي على الكره المصريه، لاول مره في مؤسسه رياضيه هي المؤسسه الرائده في مصر والعالم العربي والقاره الافريقيه ومنطقه الشرق الاوسط النادي الاهلي المصري يتم تكليف الكابتن عبد العزيز عبد الشافي بهذا المنصب لاول مره في مصر المدير الرياضي. ما هي طبيعة هذا المنصب والمهام اللي حضرتك مكلف بيها؟ أنا أسمح لي بس أستأذنك، أنا عايز أبدأ الحلقة ب يعني بالحديث عن ذكرى أحد نجومنا الكبار قوي وزميلي الكابتن ثابت البطل الله يرحمه. الله يرحمه. النهارده الذكرى بتاعته، فأنا يعني بترحم عليه وبدعي له من قلبي إن ربنا يرحمه ويتجاوز عنه ويكرمه ان شاء الله في اخرته باذن الله يا رب. واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك في هذا الدعاء للراحل الكبير الكابتن ثابت البطل رحمه الله ولاسرته الصبر والسلوان. وايضا من الموضوعات اللي كان زملائنا فريق الاعداد حريصين عليها ان هيكون في تقرير خلال حلقتنا النهارده عن الكابتن ثابت البطل وهيعقب عليه وعلى مسيرته في الملاعب وقد زامله طبعا الكابتن عبد العزيز عبد الشافي ويكلمنا وافضل من يتحدث عن الراحل الكبير الكابتن ثابت البطل، فده مرتبط بحوارنا ايضا النهارده. اكيد. منصب المدير الرياضي. المدير الرياضي يعني برضه هبدا كلامي بان النادي الاهلي عليه مسؤوليه كبيره جدا تجاه الرياضه العربيه والرياضه المصريه وقد والرياضه الافريقيه كمان من خلال تاريخه الكبير قوي اللي موجود. التاريخ ده بيحمل المسؤولين عنه باستمرار ان يبقى فيه مردود يتناسب مع حجمه ومع قيمته ومع انجازاته. وبالتالي لابد انك انت دايما في المقابل باتجاه عكسي اللي هو المستقبل من وجهه نظري امام التاريخ، انك انت تعمل الحاجه اللي تتناسب مع هذا الحجم حتى تستطيع انك انت يعني تواكب الامور الحديثه اللي موجوده في الرياضه وبالتحديد في كره القدم. وبالتالي عمليه استحداث المناصب دي اعتقد ان النادي الاهلي رائد فيها جدا. وانا اذكر هنا الكابتن صالح سليم الله يرحمه لما استحدث منصب مدير الكوره سنه 70، المنصب ده كان سبب في ان تبدا الحياه الاداريه في الكره المصريه من خلال هذا المنصب ومن خلال النادي الاهلي. طيب احنا طبعا هنمشي بالتفصيل النهارده في موضوعات كثيره جدا. تمام. وهنتطرق منها لتفاصيل هذا المنصب والفارق بينه وبين اختصاصات اخرى. تمام. موجوده في النادي الاهلي عشان حضرتك توضح الصوره للساده المشاهدين، الفارق بين هذه المهمه مهمه مدير النشاط الرياضي والمدير الفني وايضا مدير الكره، وهنصل لها بالتفصيل. لكن كان مهم ان احنا طبعا نقدم لحضرتك التهنئه على تولي هذا المنصب كمدخل للحوار، وان حضرتك كلمتنا عن اهميه كمان التجربه لان النادي الاهلي دائما سباق ورائد في تجاربه ومنها أكيد. استحداث هذه المهمة هنتكلم عن بعد ما أشار له هذا التقرير. التقرير أشار إلى أن الكابتن زيزو كان دائما أبدا عند حسن الظن، حسن ظن الجماهير المسؤولين في النادي الأهلي زملائه النجوم واللاعبين وكل محبي وأعضاء وجماهير النادي الأهلي لاعبا ومدربا، وحتى في المواقف الصعبة لم تتردد يوما في قبول المهمة حتى في أوقات أو مراحل مؤقتة وانتقالية. نعم. إيه؟ لا ده أنا بعتبر واجب عليا تجاه اللي أنا قلت كله عن النادي الأهلي،
واحنا اولاد النادي الاهلي تربينا في عهد في فتره كانت حته الاحترافيه هي العطاء من وجهه نظرنا. فده بالنسبه لي ما بقاش فيه تفكير بمعنى انك انت بتحط نفسك في كفه ومصلحتك في كفه والنادي الاهلي في كفه. دايما كافه النادي الاهلي بالنسبه لي انا على الاقل شخصيا، ودي موجوده في كثير من ابناء النادي الاهلي، بتبقى دايما لصالح النادي، فبنعتبرها نوع من انواع الواجبات فبنرفضش. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان المنصب ده بالتحديد منصب جديد، وهو مش جديد، هو جديد علينا احنا، انما مش جديد بره، احنا تابعين دايما لان الناس سابقيننا بره. فالصعوبه بتاعته بتكمن في انه من السهل جدا انك تعمل خلط، يعني زي ما انا حسيت كده ان حضرتك محضر سؤال كده، خلط ما بين بعض المهام الاخرى، ان ممكن الناس ما تبقاش عارفه ايه الفرق بين بالزبط. المهام دي بالزبط. او هل هي متشابهه او متشابكه ولا لا. انما هو النهارده لما تيجي تفكر في الكره الحديثه النهارده اصبحت دخل فيها ادارات كثيره جدا، بقى فيها استثمار، بقى فيها تجاره، بقى فيها تعاقدات، بقى فيها امور كثيره، جرعاه بقى فيها اموال كبيره جدا، بقى فيها بيع وشراء، بقى فيها صناعات وصلت يمكن ل 40 صناعه او 42 صناعه، بقت بتمثل دخل قومي لبعض الدول، لمعظم الدول اللي هي المتقدمه جدا تكنولوجيا حتى وعلميا. يعني هي بتمثل مثلا الدخل الثالث او الثالث تقريبا بعد صناعه السينما والسيارات في امريكا اللي هي اكبر دوله في العالم. فانا اقصد بكده ايه؟ ان ده امر اصبح طبيعي النهارده انك انت تسعى للمواكبه. فالمواكبه دي بتبدا بكره القدم. العمليات دايما في الاول بتبقى صعبه، هي محتاجه مقومات معينه، محتاجه خبرات كبيره جدا. يعني ما كانش ينفع مثلا انك انت تجيب حد، ما بتكلمش عن نفسي، ما ينفعش تجيب اي حد حتى لو كان لعب كوره يمسك حاجه زي دي، منصب زي ده. ليه؟ لان ازاي تفرق وتفصل ما بين الخبرات الكبيره اللي انت اكتسبتها في حياتك سواء علميه او تطبيقيه، سواء فنيه او اداريه، بحيث ان انت في الاخر خالص توظفها لخدمه هذا المكان وخدمه الاهداف بتاعته. الاهداف بتاعته صعبه لان في متشعبه ومتعدده. يعني في اهداف تشغيليه اللي هي خاصه بالوقت الحالي اللي احنا بنمر بيه، وفي اهداف استراتيجيه للمستقبل. الاهداف الاستراتيجيه دي بعيده المدى شويه، يعني بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين، وهي 5 سنين تبقى مناسبه للكلام ده. وطبعا كل ده هنطرح عنه تساؤلات بالتفصيل، لان عندنا كمان تقرير مصور عن تولي منصب ومهمه المدير الرياضي. ولذلك هي بتيجي قيمه بقى الادارات الاخرى اللي تم النهارده او بيتم الاستعانه بيها، زي اداره التسويق، اداره الاستثمار، اداره التعاقدات. كل دي ادارات النهارده اصبحت كلها في الاخر خالص بما فيهم المدير الرياضي كلها بتخدم فريق اصبحت كرة. حسب كلام حضرتك ضرورات داخل اصبحت يعني ضرورات تطوير اليه كره القدم. ما هو المدير الرياضي مش هيفهم في التعاقد زي ما بيفهم في نواحي فنيه، مش هيفهم مثلا في التسويق زي ما بيفهم ممكن يكون عنده علم بالشيء، انما مش كل شيء، مش بتخصص. ولذلك النهارده هي كل الادارات دي المفروض ان بيحصل تعامل ولمس معاها، بحيث انها كلها بتخدم في الاخر، كلنا بنخدم في الاخر فريق الكوره. ازاي فريق الكوره ده يبقى في احسن حاله؟ لان فريق الكوره ده ليه قيمه سوقيه. القيمه السوقيه دي من خلال الادارات ديت بنبتدي نوظف، كل اداره بتوظف الجهد بتاعها والعلم بتاعها والفكر بتاعها عشان تخدم فرقه الكوره. فمن هنا عمليه البيع والشراء والاعاره والتصعيد والكلام ده كله بيدور في دايره كل الادارات دي بتبقى مسؤول عنها. ولكن عمليه التنسيق غالبا بتبقى عند المدير الرياضي. فالمدير الرياضي هنا لابد ان يكون ملم بكل الامور دي، ويكون عنده قناعة في فكر الآخرين، خاصة في الجوانب الأخرى أو المجالات الأخرى اللي هي خاصة بعلوم أخرى في الرياضة. زي إيه يا كابتن زيزو؟ زي التسويق مثلا. التسويق النهاردة أنا ممكن جدا يبقى ليا دور كمدير رياضي كويس في إيه، عملية إيه، تقييم فني مثلا لبعض اللاعبين اللي نقدر نستغنى عنهم. إزاي إنك تعمل تنظيم لعملية الإحلال والتجديد، مع خلي بالك مع الاحترام الكامل لوجود مدير فني ومدير اداري، انما العمليه انا بتكلم على الاهداف الاستراتيجيه واهداف تشغيليه قريبه. يعني هنا حضرتك بتؤكد انه ما فيش تداخل او تشابك او تكرار او ازدواجيه لاختصاصات مدير الكره، المدير الرياضي، المدير الفني، مدير النشاط، كل ده في توزيع اختصاصات سليم على كل اصحاب المنصب. 100% 100% وبدليل اللي حصل الشهر اللي فات. احنا الشهر اللي فات
بعنا لعيبة واشترينا لعيبة وأعارنا لعيبة وصعدنا لعيبة. عملنا الأربع حاجات بالرغم أن كان وقت ضيق جدا سواء للمجلس إدارة أو مثلا لينا احنا أو لي أنا بالتحديد كمدير رياضي لسه جديد بقالي شهر مثلا أو شهر ونص. هنا التنسيق تم ما بين مين؟ ما بين جميع الجهات من خلال مثلا تعاون لجنة الكورة اللي أنا أحد ممثليها مع الكابتن محمود والكابتن علاء عبد الصادق، من خلال وجودي أنا كمدير رياضي دور بتاعي، من خلال التنسيق مع الكابتن حسام البدري كمدير فني، مع الكابتن سيد عبد الحفيظ كمدير إداري، مع الكابتن عمرو أبو المجد في عملية تصعيد أو عملية إعارة كمدير ناشئين. كل الأمور دي ما بتتمش إلا من خلال هذا العمل الجماعي، ولذلك أنت دلوقتي بدأت تكون فريق عمل، فريق عمل غير فريق كورة. فريق العمل ده بيخدم العملية. في وجهات نظر بقى بتتقال، بس وجهة النظر الفنية وده رأي شخصي ورأي أنا متأكد منه 100%، القيمة في عملية التقييم الفني هي اللي بتجيب فلوس. ولذلك يمكن في تساؤلات عند بعض الناس أحيانا يقول لك المدير الفني ده اللي بياخد له 100,000 استرليني في الأسبوع بياخدهم ليه؟ من ضمن الأسباب الرئيسية إن عينيه لما بتختار لعيب أو عنصر معين بيمثل الفريق، هذا العنصر عبارة عن سلعة بيمثل قيمة سوقية للنادي. لما فالتعاقد معاه بيفيد النادي بيفيد فنيا النادي في مرحلة وبعدها تسويقيا. فالمدير الفني ده من خلال رؤيته الفنية بيقدر يجيب لك لعيب يكسبك فلوس ويكسبك بطولات تجيب لك فلوس. وبالتالي هنا القيمة بعملية التقييم الفني مهمة قوي. فلما يبقى في تقييم فني متعدد من مدير فني يعني المفروض ان هو المسؤول عن الفريق مع مدير رياضي عنده خبرات سابقه، ما بتكلمش عن نفسي برضه، انا بتكلم على المنصب، حضرتك بتتكلم بشكل عام على مهام المنصب، مع مدير اداري مثلا زي سيد عبد الحفيظ مثلا برضه كان لعيب كوره، مع لجنه فنيه برأسها نجم كبير زي كابتن محمود خطيب ونجم كبير زي كابتن علاء عبد الصادق، لجنه الكوره مع مثلا مدير تعاقدات زي مثلا المهندس عادل القيعي، مع تسويق زي عصام، زي انا اقصد ايه التجمع ده مع بعضيه كفريق، بتبص تلاقي في امور بتبقى صعبه جدا وفي وقت ضيق جدا ومحتاجه قرارات صعبه جدا في وقت محدد. فازاي انك انت تعمل التوليفه وتعمل القرارات في هذا التوقيت، في هذا التوقيت وتجيب النتائج المتوقعه والمرجوه فنيا بالزبط وماليا. ليه بقى؟ لاحداث حاجه يمكن انا ذكرتها كده في الاعلام كعنوان فقط، ازاي تحدث في الاخر خالص مع كل الشغل ده التوازن المادي والتوازن الفني، الاثنين يتحققوا. عمليه صعبه جدا، وحضرتك حتى رتبتها في الوقت ده قلت التوازن الفني والمادي، الفني البعد الفني دايما الاول دايما عن الاهلي والبعد المادي لا يقل عنه. بالظبط كده. فالعمليه دي عمليه صعبه جدا جدا جدا، ولكن بقى في مشكله ان احنا مش متعودين ان احنا نعمل الاحلال والتجديد في التوقيت المناسب. في توقيت مناسب للكلام ده. طب ازاي ده هيكون؟ يعني احنا لازم طبعا الكلام اللي حضرتك بدات بيه الحلقه ده عناوين بالغة الأهمية كلها من الموضوعات اللي عايزين نتكلم عنها بالتفصيل، خاصة ان حضرتك كنت مشغول جدا بالترتيبات للمرحلة الأولى بعد توليك هذا المنصب، وهذا المنصب اللي مستحدث لأول مرة في مصر من خلال النادي الأهلي، ودوره وأعباؤه والمهام المرجوة والأهداف واستراتيجية العمل. عشان كده احنا سعداء بان حضرتك بتتكلم معانا على الهواء لأول مرة منذ فترة، وهنتكلم ونعرف بالتفصيل كل ما يعني حضراتكم اشتغلتوا عليه في الفترة اللي فاتت والمستهدف كنتائج متوقعة له. تمام. خلينا نرجع لبداية كلام حضرتك في أول الحلقة ونرجع للراحل الكبير الكابتن ثابت البطل ونشوف هذا التقرير، وهو طبعا من كبار النجوم في مجال كرة القدم وحراسة المرمى في تاريخ مصر والنادي الأهلي، ونرجع نسمع تعليق عن الراحل الكبير كابتن ثابت البطل من الكابتن زيزو، ونعرف على المستوى الإنساني وعلى المستوى الفني والكروي رأيه في الراحل الكبير الكابتن ثابت البطل ومشوارهم داخل النادي الأهلي وداخل الكرة المصرية أو في إطار الكرة المصرية. نشوف مع بعض. لا يحتاج اسمه لمقدمات، فهو في الأهلي ثابت، ومع جماهيره بطل. ثابت البطل حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني وأفضل مدير كرة في تاريخ القلعة الحمراء، والذي تحل اليوم ذكرى وفاته بعد ساعات قليلة من قيادته لأبناء مارد الجزيرة للفوز على الزمالك. الهدف الثاني، أبو تريكة الهدف
جدا جدا يخش على طول جوه رجله. ثابت البطل رمز الوفاء والانتماء، تجسيد حقيقي لقيم الاهلي ومبادئه. هنقول ايه على واحد لو انت عايز تشوف الاهلي؟ بص في صورة الراجل ده، كل القيم بتاعه الاهلي تبص في صورة ثابت البطل. احب اقول الله يرحمه ويسامحه ويجعل قراره الجنة يا رب. كم من الرجالة القليلة، الرجالة اللي صاحبت قرار من اجل النادي الاهلي وحبه في النادي الاهلي. طبعا قيمة وقامة في النادي الاهلي ولا يمكن حد ينساه خالص، يعني حاجة. وياريت كل الناس تاخد ثابت البطل عبر ليها، وان النادي الاهلي ما بينساش ولاده اطلاقا. ثابت البطل كان اسمه على وسمة، كان بطل فعلا وكان محب للنادي الاهلي بشكل عجيب جدا. حافظ على كل ما تعلمه من قيادات الاهلي الخالدة وورثه للاعبين، حتى بات اغلبهم الان يطبقون نفس ما تعلموه. يعد الراحل العظيم ثابت البطل واحدا من حراس مرمى مصر العظام ومن احسن حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية. مثلما كان من أنجح مدير الكرة في تاريخ النادي الأهلي، ولد ثابت البطل في 16 من سبتمبر عام 1953 بمدينة الحوامدية والتي تقع في جنوب محافظة الجيزة. بدأ مشواره الكروي في نادي شركة السكر بالحوامدية، انتقل للنادي الأهلي بعد اكتشافه بواسطة الكابتن عبد البقال عام 1972. لعب ثابت البطل للفريق الأول بالأهلي ابتداء من عام 1974، استمر في حراسة مرماه ومرمى المنتخب القومي حتى أعلن الاعتزال عام 1991، ثم عين مديرا للكرة بالنادي الأهلي مرتين، كما عمل مدربا لحراس المرمى في نادي بني ياس الإماراتي ومديرا للكرة بنادي الاتحاد الليبي. حقق ثابت البطل بطولات عدة مع النادي الأهلي، فقد حصل على بطولة الدوري المصري 11 مرة، كأس مصر 6 مرات، كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري مرتين، كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 3 مرات، الكأس الأفرو أسيوية للأندية مرة واحدة. بينما كان له إنجازات كبيرة مع المنتخب المصري، إذ نال شرف الوصول مع المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد موسكو عام 1980 ولوس أنجلوس عام 1984، وإن لم يشترك في الأولى لانسحاب مصر احتجاجا على الغزو السوفيتي لأفغانستان وحالت إصابته دون الاشتراك في الثانية، كما فاز مع المنتخب أيضا بميدالية دورة الألعاب الإفريقية عام 1987. توج ثابت البطل تاريخه الحافل بالفوز مع المنتخب المصري بكأس أمم إفريقيا عام 1986، وأخيرا بالوصول إلى كأس العالم بإيطاليا عام 1990. كان كابتن لفريق النادي الأهلي ومنتخب مصر قبل اعتزاله عام 1991، وعمره يبلغ 37 عام بعد أن لعب 60 مباراة دولية و225 مباراة محلية. كما حصل ثابت البطل وهو مدير للكرة بالنادي الأهلي على 6 بطولات للدوري الممتاز، كأس مصر مرة واحدة، البطولة العربية للأندية أبطال الدوري مرتين، كأس السوبر العربي مرتين. كانت شخصيته القوية وأسلوبه الحازم في إدارة شؤون الكرة بالنادي الأهلي هي أهم سماته الشخصية والتي تفتقدها الرياضة المصرية في كافة مجالاتها، مما جعل للكابتن الفقيد بصمة إدارية مؤثرة تتناقلها الإدارات المختلفة. توفي الكابتن ثابت البطل فجر يوم الاثنين 14 من فبراير عام 2005 عن عمر لا هزا 51 عام. فهو في الأهلي ثابت ومع جماهيره بطل. ثابت البطل.
رحم الله الكابتن ثابت البطل، وأيضا كان من كبار النجوم طبعا المشهود لهم بالكفاءة في مجال كرة القدم وفي مجال حراسة المرمى، فضلا عن أنه شخصية من أقوى الشخصيات اللي كانت موجودة في الوسط الرياضي عندما تولى منصب مدير الكرة لأكثر من مرحلة أو أكثر من فترة مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. وكان من الأمثلة اللي أو كان بيضرب به المثل في الحزم والالتزام وصرامة برامج العمل الموضوعة مع الجهاز الفني للاعبين، وكان دايما الأمور منضبطة في وجود الكابتن ثابت كمدير للكرة إلى أقصى درجة ممكنة. كابتن زيزو، إيه الحاجات اللي دايما بتفتكرها ولا يمكن تنساها أبدا عن الكابتن ثابت البطل، الإنسان ولاعب الكرة؟ ثابت الله يرحمه كان نموذج لأبناء النادي الأهلي، كان ليه نصيب كبير جدا جدا من معنى اسمه، كان ثابت وكان بطل، كان راجل جدا صعيدي، طبعا صعيدي جدع، يعني من الناس اللي هي تشوف كده تقول عليه يعتمد عليه في أي مشكلة أنت ممكن تواجهك مثلا تلاقيه واقف جنبك. ثابت كان لعيب، كان جول كيبر بس كان حريف، يعني كان يحب يشترك، ودي نادرة قوي في لعيبة حراس المرمى ما تلاقيش، لأنه هو أصلا كان راس حربة، ودي يمكن الناس كتير ما تعرفهاش. يعني لما جه النادي الاهلي ما كانش حارس مرمى في الاول خالص، عشان كده كان من افضل الحراس اللي بيعرفوا يتصرفوا بالكوره لما الديفنس يرجع لهم الكوره. أيوة. وكان في حاجه تانية اضافها برضو لحضرتك، اما كان بيبقى واقف في المرمى كان بيفكر، ما بيعتمدش على قدراته اللي هي خاصه من الناحيه البدنيه وعمليه انه يترمي مثلا عشان يمسك الكوره، فتلاقي بيخلي دم الراجل اللي بيشوط عليه الكوره دمه تقيل او الكره بتاعته ضعيفه، فتلاقي المهاجم شاد كرة راحه في المقص، هو واخد خطوتين ومسكها بايده، كان عنده الفوت ورك كويس جدا، الحركه بالظبط كده كانه لاعب مش حارس، كانه لعيب. فهو حته التوقع والتخيل بالنسبه له كانت عاليه جدا، فدي كانت من ضمن المميزات. هو طبعا مره تحداني وانا تحديته في حاجه، كنت انا مدير كوره بس كنت صغير، يعني عندي 29 سنه، فكنت فت، انا قعدت فت لغايه سن 42 سنه تقريبا يعني. وانا مدير كوره كنا في رحله في الكويت، وبعدين كنت انا والخطيب دايما يعني نغيظه هو اكرامي على اساس ان هم ما بيلعبوش ضدنا يعني، فما بيجيش فيهم جوال كتير، وكان قدامهم خط دفاع طبعا كان قوي جدا، كابتن حسن وكابتن مصطفى يونس وعبد الباقي وفتحي والمجموعه الجميله دي، وبعدين ماهر همام. فاقول لهم انتوا قدامكم خط دفاع، اقوى خط دفاع في مصر واقوى خط هجوم، ما بيلعبش قدامكم، فعشان كده فكنت اغزهم انا والخطيب يعني باستمرار يعني، ومصطفى عبده كان دايما برضه بيبقى معانا. فجه مره تحداني قال لي طب انا هتحداك شوت عليها ضربات جزاء. انا ما كنتش شوت ضربات جزاء، كنت بسيبها لان كان في ناس كتير احسن مني زي الخطيب وصفا يونس وصفت ربنا يعافيه. فقلت له هشوط عليك، فانا عارف اسلوبه، فكنت لما باجي اشوط عليه ما ببصش للجول، انا يعني كنت حتى الفاولات ما كنتش ابص للجول او اسدد على الجول، ما ببص للمرمى نفسه، فالحته دي بتتعب حد، بتبقى عينك اكتر على الكوره، عينيا على الكوره وانا حافظ المكان، وحافظ المكان وهتلعب من غير ما تبص. في مهاجمين كتير كده يعني. دي اصعب على حارس المرمى طبعا، دي صعبه جدا، انت هو الحارس بيقرا عينيك الاول فمن خلال عينيك بيقدر يتخيل ممكن تعمل معاه ايه، ويتوقع ويتحرك يمين او شمال بالظبط. فانا كنت وبعدين ما بشوطش ببطن رجلي، تلعب البينالتي مش بطن رجلي، بشوط بوش رجلي، تطلع الكرة اقوى، الشوط اقوى. فالحقيقه يومها انا كسبته طبعا يومها يعني. الله يرحمه. طب كانوا كام ضرب الجزاء؟ لا ده انا قلت، هو قال لي 10 ضربات جزاء، انا شوط عليه يومها حوالي 34 ضرب جزاء، اخر واحده هي اللي ضاعت. قلت له انا هشوط عليك مش 10، اخر واحده يعني في 33 كوره دخلوا، كلهم دخلوا الحمد لله. فهو حتى قال لي يا عم انت ما بتبصش على المرمى. طب دي حكايه تحكيها بذكرى كابتن ثابت يعني. لا ما انا في الاخر اقول لك هو كسبني بقى، خد الرهان الحمد لله. هو في واحده راح ضاعت ولا صدها الله يرحمه؟ لا هو صدها. طب كويس، فالله يرحمه كان جدع جدا، كان كلنا كنا بنحبه، كان قوي قوي كمدير كوره، كان هو الجدعانه في جدعانه الانسان الصعيدي المصري اللي هو الراجل اعتمد عليه، واخد بالك، وكان بار جدا باهله، وكان الناس بتحبه، وعلى فكره كان دمه خفيف جدا وكان صوته حلو جدا، يعني كان من الناس اللي بتغنينا على طول، كان غاوي يغني لسيد مكاوي الله يرحمه، اغانيه كان حافظها كويس قوي، فكان دايما بقى في الاوتوبيس وبيتحفنا يعني بصوته الجميل الله يرحمه ويحسن اليه. لا ثابت نموذج زي ما قلت لحضرتك كده،
يعني لاولاد النادي الاهلي المخلصين جدا، خد اتسم بسمت من النجوم اللي اتسموا بسمت النادي الاهلي وخدوا شخصيه النادي الاهلي، وشخصيته ما اتغيرتش. يعني ما اتغيرتش بمعنى ايه؟ اتطورت في الجوانب العمليه. يعني هو لعيب كان ليه ستايل معين، حافظ على هذا الستايل وهو مدير كوره، ففضل على كده فما اتغيرش. فما تيجي تقيم ثابت البطل الله يرحمه يحسن اليه، بتقيمه من اول ما بدا لغايه اما ايه؟ توفاه الله. فتحس ان هو ثابت البطل زي ما هو، ما اتغيرش، انما حصل عنده تطور. لكن الطيبه والجدعنه كل ده بيكبر بلد وطبيعه الشخصيه ويكبر بالظبط. كان صريح كمان، يقال عنه كان صريح جدا، هو الانسان يعني كان صادق وكان واضح، شخصيه واضحه جدع. يعني كان ساعات الناس بتزعل منه للصراحه بتاعته، ودايما الصراحه بالرغم ان الصراحه راحه الا انها بتزعل البعض احيانا، وخاصه لما بتبقى مسؤول. يمكن لما بتبقى لعيب بتقدر انك انت تتجاوز شويه، تتغاضى شويه، انما بتبقى مسؤول كمدير كوره مفيش مجاملات لا في مجاملات ولا تقدر تتغاضى عن النظام اللي انت مسؤول عنه. وكان من مديرين الكوره رحمه الله اللي ما يدوش فرصه لنجم مهما على شانه او كان متميز فنيا او مؤثر مع الفريق انه يفرض عليه كلمه او انه يقول انا استثناء او انا مش هتسمع. لا لا لا, لا هو كان عنده الكلام ده خالص، وكان بيحترمهم في نفس الوقت. يعني هو ما هي الميزه في انك انت ازاي تحترم النجم، يعني النجم ده لابد ان يكون محترم طبعا، تحترمه بشكل طبيعي بس تطبق عليه نفس القواعد طبعا. لا 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 طبعا طبعا طبعا. اخيرا بقى نقطه فنيه قبل ما نختتم كلامنا عن المرحوم الكابتن ثابت البطل. كان يقال عنه انه من افضل حراس المرمى في تاريخ مصر والعالم العربي وافريقيا في الحركه جوه منطقه ال 18، اللي كان يطلع لاخر حدود ال 18 مع اي كره عليه ويقدر يوصل لها. دي نقطه زي اللي احنا اتكلمنا فيها، عمليه الفوت وورك بتاعته، التحركات بتاعته جوه ال 18، ان هو حريف فبيتوقع، ولذلك هو حتى لما كان يشوط كان يشوط كويس، حتى يشوط على المرمى نفسها، المرمى نفسه. فهو الشوطه بتاعته تحس ان هو كان بيحاول من اوائل الحراس المرمى اللي يلعب الكوره للعيب، مش يشوطها وخلاص. فدي برده كانت من الحاجات بتاعته. لا ثابت كان لعيب، انا عشان كده بدات كلامي بان هو حريف. بص حتى ما بيرمي الكوره تحس انه بيرميها لواحد في مكان معين يقدر يبدا الهجمه صح، وما يبقاش عليه ضغط تترد عليه في منطقة خطر. كان عنده دقة شديدة في التمرير الكرة بالإيد لأي لاعب بيبتدي الهجمة. صحيح. وبعدين ضربات الجزاء كان مميز فيها جدا، لأن هو كان بيقرا الشخصية اللي هتشوط عليه، الشخصية اللي هتشوف عليه ده، زي ما يكون بيذاكر اللعيب نفسه، عارف شخصيته الفنية شكلها إيه. فكان كتير قوي كان بيصد ضربات جزاء. الله يرحمه طبعا، هو الله يرحمه، الشخصيات اللي المشهود لها بالكفاءة والالتزام طبعا، المستوى الفني وايضا الحزم والشخصية وقوة الشخصية والمستوى الاخلاقي أكيد. ومحبة حضراتكم له، كل النجوم الكبار في تاريخ الاهلي وتقديرهم الكبير. على فكرة المجموعة دي كلها كانت يعني بسم الله ما شاء الله طبعا. وعلى فكرة مش بس في جيل النادي الاهلي، في كل اجيال. يعني انت لو سألتني عن مثلا تشكيل النادي مثلا الزمالك في الوقت ده اقوله لك، بالرغم ان دي حاجه صعبه جدا، تفتكر تشكيل نادي تاني، تشكيل الترسانه اقول لك اللعيبه الدوليين كانوا موجودين في ايه، ترسانه نزل درجه تانية دلوقتي. انما اقول لك مثلا، عشان الفتره دي كانت غنيه قوي في كل الانديه، غنيه بنجوم وكانوا مؤثرين، وكان النجم بيلعب للنادي 14 15 سنه، وكان لعيب ريجولر، بص لعيب بيلعب كل الماتشات او 90 في 95% من المباريات، وكانوا الانتماء كان عندهم عالي جدا جدا في الوقت ده. نعم طبعا الزمن دلوقتي اتغير شويه، لان كمان الجانب المادي كان اقل كتير. احنا شفنا في التقرير اللي بدانا بيه الحلقه مع حضرتك ومع مشاهدينا، 23000 جنيه مكافاه نهايه الخدمه لثعلب الكره للكابتن زيزو. يعني الارقام حتى ده كان قيمة الزمن ده كانت قيمه ماليه فيها تقدير جيد للاعب، لكن بشكل عام كان البعد الخاص بحب النادي وحب كره القدم اعلى. لا لا طبعا، ده العنوان ده اتكتب بعد ما اتعملت مباراه للكابتن حسن كمدير كوره ساعتها، فجه خيرني فقال لي زيزو تاخد صندوق رعايه اللاعبين، احنا كان عندنا صندوق رعايه اللاعبين، فانا كنت اعلى واحد في، بالرغم ان انا ما كنتش اكبر واحد، انما كان اكبر مني صفوت وفتحي مبروك. فطلع نصيبي 10600 جنيه، كان رقم مهول، كان رقم كبير جدا في الوقت ده كويس. فحتى كانت منشتات يعني شوفوا النادي الاهلي بيعمل ايه لاولاده، كانت حاجه كويسه قوي في الوقت ده فعلا يعني. فالكابتن حسن خيرني قال لي تاخد الصندوق ولا تاخد مباراه، قلت له اخد مباراه وانا ورزقي. فطلع لي 23000 جنيه، فكان افضل يعني الحمد لله. الحمد لله، يبقى اخترت صح في الوقت. ايوه توفيق رب. رغم ان المبلغ الاساسي في الصندوق كان مرضي مغري جدا. كان مرضي. يبقى بتحب المغامره يا كابتن زيزو في شخصيتك؟ لا انا حبيت التقدير الادبي.
ان فكره التكريم انا المتفرج عندي اغلى من اي حاجه تانية. كنت حابب اكتر البعد بتاع وداع اللاعب في الملعب وانه في مباراه داخلها مخصص لاعتزاله وحب الناس والالتفاف حواليك في اخر يعني مشوارك كلاعب، الحاجات دي لها معنى كبير. بالظبط كده، زائد انها كانت هتبقى اول مباراه تتلعب تتعمل لاحد ابناء النادي الاهلي كاعتزال، فحبيت انها تبقى زي نموذج والحمد لله كانت كويسه الحمد لله. كابتن زيزو، هنرجع مع حضرتك ومع مشاهدينا دلوقتي لمنصب المدير الرياضي، في اي وقت من خلال او فتره الحوار او جزء ده من الحوار هنعرض لحضراتكم تقرير بيعرض تفاصيل عن مهام منصب المدير الرياضي اللي بيتولاه في هذه المرحله او في الوقت الحالي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، ونسال تفصيلا عن الفارق في توزيع المهام وايه دور المدير الرياضي منذ اليوم الاول لتكليف الكابتن زيزو بهذه المهمه او بهذا المنصب وخلال فتره الانتقالات السابقه. هنشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونعود لاستكمال الحوار مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. المدير الرياضي، تعرف ايه عن المنصب ده؟ طب وايه هي مهامه وايه هي وظيفته؟ تعرف ايه عن منصب المدير الرياضي اللي استحدثه النادي الاهلي واللي ماسكه كابتن عبد العزيز عبد الشافي؟ هو انا ما اعرفش اي حاجه عن المنصب، بس انا اعرف ان اللي ماسكه كابتن زيزو. يعني المدير الرياضي في النادي الاهلي هو بيتكلم عن يعني مضمونه ان بيتكلم عن فريق الكوره، ماسك اداره فريق الكوره في النادي الاهلي. لا بصراحه انا ما اعرفش المنصب، انما انا اعرف الكابتن زيزو. الكابتن زيزو يعني ما لا غبار عليه. الاهلي اعتاد على السبق، وعلشان كده اصدر مجلس ادارته برئاسه الكابتن محمود الخطيب قرارا بتعيين نجم الكوره السابق عبد العزيز عبد الشافي زيزو في منصب المدير الرياضي، ليكون اول شخص في مصر يتولى هذا المنصب تحت هذا المسمى والذي يعطيه صلاحيات واسعه. منصب مستحدث فعلا، بداته بعض الانديه الكبرى زي بايرن ميونخ وريال مدريد الكابتن زيدان كمدير كرة قبل كمدير رياضي قبل ما يبقى مدير فني لفريق ريال مدريد. المنصب يعني إدارة هذه الصناعة من الألف للياء، طبعا بيخش تحت مسؤولياته مدير الفريق الأول، قطاع الناشئين، التسويق، يعني حاجات كثيرة جدا صعبة ومعقدة يعني مش سهلة. ولما نقول كابتن عبد العزيز عبد الشافي يعني يقوم بالمهمة دي لوحده، أنا شخصيا يعني اقول ان هتبقى مهمه مستحيله، لان لازم كيان اقتصادي وتسويقي يعمل في بالتعاون معه. واظن ان دي يعني مساله شبه محسومه في اداره النادي الاهلي، ان كلهم يعني ان كل القطاعات تبقى متواصله مع مدير الرياضه او مدير الرياضي في النادي الاهلي. الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا حدد مهام المدير الرياضي في نقاط واضحه وصريحه، أهمها أن يكون من بين أدواره تحديد قائمة اللاعبين قبل كل موسم بالتنسيق مع المدير الفني، تحديد استراتيجية للتعامل مع اللاعبين الشباب الصاعدين للفريق الأول من الفئات العمرية المختلفة، إعداد لائحة الحقوق والواجبات على اللاعبين وكذلك المكافآت والعقود السنوية وخلافه، وكمان دراسة التعاقدات الجديدة مع اللاعبين الجدد بعد نهاية كل موسم، تقييم المستوى الفني والصحي والبدني لبعض المصابين قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبلهم مع الفريق، الإشراف على عمل الأجهزة الإدارية في قطاع كرة القدم، التواصل مع الكشافين والخبراء لاكتشاف نجوم جدد، الاهتمام بالمواهب المتعددة بقطاع الناشئين. هو حلقة الوصل الرئيسة بين فريق الكرة وإدارة النادي، وعليه توفير كافة الظروف المناسبة لنجاح الفريق. بعض المهام دي كانت موجودة ضمن أدوار رئيس قطاع الكرة، وهو المنصب اللي تولاه قبل كده زيزو برضو، لكن منصب المدير الرياضي يبدو أشمل وأعمق وأكثر تأثير. نجوم كبار في أوروبا تولوا المنصب ده، لكن النجم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد الإسباني كان من أبرز النجوم اللي تولوا منصب المدير الرياضي بالنادي الملكي قبل أن يصبح حاليا على رأس الجهاز الفني للفريق. كمان الألماني ماتياس سامر تولى المنصب ده في بايرن ميونخ، ومواطنه الشهير رومينيجي تولى نفس المنصب في نفس النادي، والإسباني زوبي زاريتا في برشلونة، ونجوم كبار غيرهم في دول مختلفة. أمام كابتن زيزو مهمة جديدة بمسمى جديد، لكن ثقة الجميع فيه بلا حدود.
كابتن عبد العزيز عبد الشافي، تعليق حضرتك على محتوى التقرير وتوضيح اكثر لمشاهدينا في كل مكان عن مهام منصب المدير الرياضي. هو في البعض تناول الموضوع على اساس ان ممكن يحصل خلط ما بين المهام، وهم عندهم حق لان هي حاجه جديده. فيعني مثلا ممكن جدا يحصل خلط ما بين مدير الرياضي مثلا وما بين خلط في المعنى عند بعض الناس وما بين مدير النشاط الرياضي مثلا. مدير النشاط الرياضي مسؤول عن كل اللعبات في النادي باستثناء كرة القدم. مدير الرياضي متخصص ومخصص لفرق كرة القدم وكل شأن كرة القدم من أولها لأخرها، كويس؟ فمن هنا يجب التنسيق مع الإدارات الأخرى المختلفة. مثلا نيجي مثلا لفرقة الكورة، أنا ما احضرش تدريبات، كويس؟ ما بقولش رأي فني في المباراة، ما دخلش في التشكيل، ما اقولش اللعيب ده يتصعد او ما يتصعدش. كل دي مسؤوليه فنيه بحته للمدير الفني اللي هو مثلا دلوقتي الكابتن حسام البدري، كويس؟ واي مدير فني. نفس الكلام بالنسبه للنواحي الاداريه. النواحي الاداريه انا اخدم الفريق الاول عن طريق الكابتن سيد عبد الحفيظ المدير الاداري المباشر للفريق، انما انا ما بفرضش حاجه اداريه. حتى الجزاءات او المكافئات بيحددها من خلال لائحه موضوعه من قبل مجلس إدارة اللي موافق عليها، عشان من خلال لجنة الكورة اللي احنا بنمثلها مع الكابتن محمود. لكن هل في خلط عن يعني الاختصاصات والمفاهيم دي عند بعض وسائل الإعلام؟ لأن اللي سمعته حضرتك صح لنا ان حضرتك منزعج من فكرة ان البعض بيوجه لك أسئلة في بعض وسائل الإعلام كأنك المدير الفني للفريق. بالظبط، مظبوط. دي من ضمن السلبيات اللي موجودة، اللي لسه نتيجة الموضوع جديد. في بعض الشباب الإعلاميين أو الصحفيين بيزعلوا مني، وانا اعذرهم في زعلهم، بس في نفس الوقت انا مقدر حجم المسؤوليه اللي عليا وطبيعتها. فما ينفعش مثلا بعد المباراه مثلا او قبل المباراه اتسال عن حاجه في الفريق من الناحيه الفنيه من اختصاص الكابتن حسام البدري، او حاجه اداريه من اختصاص الكابتن سيد عبد الحفيظ. حتى كابتن سيد عبد الحفيظ نفس الكلام، لما بيعوز حاجه بيلجا لي انا علشان خاطر تتصعد لفوق. كابتن حسام البدري بيلجا لمدير الكوره اللي عنده المباشر علشان برضو تطلع لي انا علشان اصعدها انا لجنه الكوره. لجنه الكوره هنا القرارات بتاعتها ما هياش قرارات فرديه، بمعنى ان بيتاخد القرار 2-1 او 3 مع بعضيهم، يبقى متفقين على القرار او رافضين القرار. التعبير عن القرار ما بيطلعش بلسان حد مننا احنا الثلاثه، انما بيطلع من خلال استاذ جمال جابر اللي هو المسؤول الاعلامي او المتحدث الرسمي باسم اللجنه. فدي من ضمن الحاجات اللي مهمة. في الاستاذ سامي عبد الفتاح طبعا الناقد الرياضي بتاعنا الكبير الصديق العزيز، اتكلم في نقطه مهمه جدا اللي هي المهام صعبه جدا ومستحيله. انا معاه طبعا، متفق معاه 100%. يمكن ذكرت في بدايه حديثي ان هناك ادارات كثيره جدا. المفروض انت بقى بتقدر ازاي تنسق ما بين هذه الادارات بحيث انك انت بتلمس معاها تاخد منها المفاهيم بتاعتها والدور بتاعها وبتحدده كعمل، يعني عمل تخصصي. طب ممكن نطبق اللي حضرتك بتقوله ده على حاله من اللاعبين؟ يعني لاعب الاهلي عايز يتعاقد معاه، او لاعب في عرض قادم للاعب وللنادي الاهلي لاعارته او لبيعه بشكل نهائي. ماشي. هنا حضرتك وضح لنا بقى دور كابتن زيزو، كابتن البدري، كابتن عبد الحفيظ، ولجنه الكره بقياده كابتن خطيب اللي حضرتك عضو فيها. الموضوع بيبدا مثلا لو احنا عايزين مثلا لعيب، بيبدا من عند الكابتن حسام البدري، يقول لك انا او المدير الفني يقول لك انا عايز فلان ده على المركز ده، او لو ما ينفعش فلان ده ممكن البديل بتاعه يبقى فلان. بتصرفها عن طريق كابتن السيد ليا انا للجنه الكوره. لجنه الكوره بتدرس الموضوع مع الكابتن السيد والكابتن حسام، بحيث ان احنا واحنا قاعدين بناخد القرارات اللي هي تبقى مناسبه، اللي الراي فيها في الاخر خالص بيبقى بنسبه 80-90% للمدير الفني. كويس؟ ايا كان المدير الفني، كابتن حسام دلوقتي موجود هو اللي بياخد هذا القرار. انا بقول ليه دلوقتي اي مدير فني؟ لان هو في هنا نقطه مهمه قوي. المفروض من اكبر المهمات للمدير الرياضي عمليه التنسيق بتاعه الاحلال والتجديد بنسبه معينه. ليه؟ لان النهارده في مدير فني، بتكلم بشكل عام مش بتكلم عن الوضع بتاعنا،
في مدير فني موجود. المدير الفني ده جاله عرض كويس او لاي سبب من الاسباب مشي كويس. انت هنا ما ينفعش المدير الفني اللي هيجي ولسه في مدير فني ماشي اول امبارح مثلا او الشهر اللي فات هيجي يختار لعيبه جديده بكم كبير، فلازم النسبه اللي تبقى موجوده محافظه على القوام بتاع الفريق. الفريق لما يجي عنده نسبه 20-30% على الاقل في المرحله الاولى اللي هي بتمثل 6 شهور لغايه لما تيجي مرحله من المراحل ايه الانتقالات، فيبتدي هو مثلا يبتدي يختار العناصر اللي يقدر يعملها ويكون قيم العناصر اللي عنده، ساعتها تبقى عمليه منطقيه. يعني ما ينفعش مدير فني يجي مثلا يشيل 10 لعيبه ويحط 10 يعني لعيبه. هل هنا حضرتك بتقول ان ده اشبه حسب ما انا فاهم الصوره دلوقتي وممكن نوضحها بالشكل ده للمشاهدين لو كان تصوري صحيح، حضرتك بتقول ان ده الكيان الثابت الدائم داخل النادي اللي بيساند ويبقى خط ظهر اساسي او سند رئيسي للجهاز الفني عشان طبعا في حاله استمرار او رحيل الجهاز الفني او تجديد عقده من عدمه يبقى في حاله ثبات فني في الفريق، لانه النادي حتى ما يحصلوش في لانه حتى استاذ محمد المنطق بيقول ايه انك انت الفريق الثبات بتاعه هو ده اللي بيخلق في الاخر خالص حاله الانسجام اللي توصلك لاعلى مستوى اللي يخليك تكسب بطولات، وبالتالي فلازم تحافظ على معدل معين لا يقل من وجهه نظري لا يقل عن 70%. فيبقى في بنيه اساسيه ارض صلبه فنيه واقف عليها النادي والفريق سواء استمر اي جهاز فني او تغير. بالظبط كده، ما يجي واحد جديد او جهاز فني جديد يبقى انت محضر له برضو ايه بعض الامور. هنا بقى بيبقى في بعض الامور الخفيه شويه اللي هي بتمثل البعد الاستراتيجي. بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت من خلال التنسيق مثلا من خلال الكشافين او من خلال عناصر انت متابعها او من خلال قطاع الناشئين سواء عندنا في النادي او بره في الانديه التانية، ممكن جدا تكون حاطط عينك على بعض العناصر اللي ممكن تبقى بتمثل المستقبل القريب. وبالتالي المستقبل اللي هو مثلا بعد 2 سنين او بعد 3 سنين او بعد 4 سنين. فساعتها لما تيجي تعمل عمليات الاحلال والتجديد ما تتعملش بقى في الوقت اللي هو يبقى فيه زنقه، تبقى انت مضطر، يبقى الاسعار تعلى، اللعيب يبقى عنده اكتر من اختيار، الانديه التانيه بتنافسك، الامور بتبقى صعبه من كل الجوانب. كل الامور دي انت هتتلافاها لما تعمل في التايمنج المظبوط. يعني ولذلك المفروض ان انت تشتغل قبل الميعاد بتاع الكلام ده، بمعنى ان انت بتشتغل كل السنه. يعني لو في 6 شهور مثلا يبقى انا بشتغل 4 شهور عشان في حاله وجود جهاز فني او مدير فني جديد هيبقى بس ان له هامش تغيير متاح بنسبه بالظبط كده تم تحديدها عن طريق لجنه الكره ومنصب المدير بالظبط، او هو بيكون مرشح بعض العناصر اللي احنا بنشتغل عليها. وبالتالي هتبص تلاقي التنسيق ده يريح الجميع بقى. ليه؟ لان انت ما تقدرش تعمل عمليه الاحلال والتجديد دي من غير ما تبيع وتشتري. لو بعت بس خد بالك كسبت فلوس تخسر تخسر فنيا وادبيا او مستوى، لو اشتريت بس ممكن تخسر ماديا وما تكسبش فنيا، فيها مشكله مع الوقت ساعات طبعا ممكن تحصل دي او تحصل دي بس تبقى ظروف معينه يبقى عايزه بعض الزمن وتمشي الامور. فدي من دي نقطه. النقطه اللي قالها الاستاذ سامي برضو نقطه التنسيق، هو يقصد طبعا انها عايزه، هو فاهم كويس قوي ان هي عايزه ادارات كتير. فطبعا انا زي ما قلت قبل كده في استثمار، في مجلس اداره ليه اهداف استراتيجيه، في تنسيق مع قطاع الناشئين، في تنسيق مع الاكاديميات، في تنسيق مع الرؤى الفنيه للمدير الاداري والمدير الفني اللي موجودين، في تنسيق مع التعاقدات مع كل الادارات اللي موجوده، بحيث ان انت في الاخر خالص الكل بيشتغل عشان تحقيق هدف. في سؤال صعب شويه او يعني متعب شويه السؤال ده، انه بعض الناس دلوقتي بتسمع حضرتك ممكن تقول انه في وجود كوادر لها باع كبير جدا في كره القدم زي كابتن الخطيب قبل، يعني بالاضافه الى انه رئيس مجلس اداره هو رئيس لجنه الكوره، وجود الكابتن عبد العزيز عبد الشافي ايضا وهو ما هو في عالم كره القدم في هذه المناصب بيخلي الراي الفني له اكتر من بعد بقى، مش بعد رؤيه المدير الفني بس. هل في حالات ممكن هنا الكابتن البدري على سبيل المثال يطرح رؤيه ويتم مراجعتها معاه او مناقشتها معاه، واحنا نعلم مدى احترام مجلس اداره النادي الاهلي لكل اختصاصات ولصلاحيات كل مسؤول في النادي بما فيها المدير الفني ومدير الكوره، لكن الحاله دي اللي فيها هنا كابتن زيزو مدير رياضي والكابتن الخطيب رئيس لجنه كوره
اعتقد ان هنا هيبقى في بقى مناقشه واسعه او اوسع شويه للرؤى الفنيه الخاصه بمن ياتي للفريق ومن يرحل عن الفريق. لما يبقى في مناقشه فنيه ويبقى في خبرات فنيه او اصحاب خبرات فنيه موجودين العمليه ممكن تبقى اصعب وممكن تبقى اسهل. اصعب امتى؟ لما تكون النوايا مش سليمه. اصعب امتى؟ لما يكون الاختلاف شديد قوي كبير. انما لما تبقى النوايا كويسه بمعنى ايه؟ معنى تحديد هدف كبير قوي اللي هو مصلحه المكان، مصلحه النادي، مصلحه الفريق، واللي حضرتك ذكرتهم كلهم ولاد النادي. صحيح. كلهم عندهم نفس الصبغه بتاعه النادي، عندهم إن نجاح النادي نفس الشخصيه أهم. عارفين كويس الابعاد، كل واحد عنده الخلفيه الكافيه اللي تخليه في الاخر يبقى عارف ده قال ليه كده وده قال ليه كده. فمحدش عايز كدا. بس ينسب فضل لنفسه او يسبق في الحديث في الاعلام بالزبط. او يقول انا اللي عملت لا 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 او دي رؤيتي انا او دي اختياراتي لا لا لا. وبيحصل بيحصل اختلاف وجهات النظر بس اختلاف لصالح الهدف، وبالتالي اختلاف صالح الهدف ده بيوصلنا لحاجه احسن. فدي حقيقه انا متفتحين على كل الاختيارات بالزبط. يعني هل ممكن كابتن الخطيب وكابتن زيزو بخبراتهم الكبيره يسمعوا رؤيه ويقتنعوا برايي هنا طرحه الكابتن عبد الحفيظ او الكابتن البدري؟ والعكس طبعا صحيح. في احترام، في اختلاف في في الاجيال، وفي كبير وصغير بالسن كويس، في كبير وصغير بالخبرات، في احترام لده واحترام لده، وفي تقدير. الصغير ما عادش صغير، الصغير بقى كبير هو كمان، فلازم تقدر الوضعيه اللي هو موجوده فيه، ولازم تدي له حقه في حجم المسؤوليه اللي هو متوليها وصلاحياته، ولازم تكبره. لان احنا الاساس بالنسبه لنا من ضمن الاهداف اللي هي بتمثل هدف استراتيجي لكل نجم من نجوم النادي الاهلي، كل ما كان كبير بقى عليه مسؤوليه اضافيه في انه يكبر غيره وان يحترم وجود غيره حتى لو هو اصغر منه سنا او خبره. فهنا اللي بيحددها ايه؟ اللي بيحددها مصلحه النادي وحجم المسؤوليه اللي هو مسؤول فيها. وبالتالي في الاخر خالص المشاكل ما بتحصلش بفضل الله. يمكن احنا هل هنا حضرتك بتوجه رساله او نصيحه لكل الانديه المصريه بتقول لهم اشتغلوا بشكل جماعي، اهتموا بالتيم ورك، احترموا كل الاراء وكبروا كوادركم؟ مش عايزه كلام، انت لازم تكبر ولادك واخواتك الصغيرين، لازم تكبرهم عن حق، خاصه لما تعرف ان عندهم مقاومات مقاومات كويسه. طب ليه ما ساعدش؟ ليه ما احترمش؟ انت النهارده ابنك لما يبقى عنده 5 سنين غير لما يبقى عنده 20 غير لما يبقى عنده 35، لازم انك انت في كل مرحله من هذه الاطوار تتعامل معاها بالشكل اللي يناسبه ويناسبك عشان المشاكل ما تبقاش موجوده. انا هرجع اتكلم مع حضرتك عن كيف طبقنا هذه الرؤيه اللي حضرتك بتؤكد انها موجوده، وتوزيع الاختصاصات بمشاركه الجميع وفي مقدمتهم الكابتن الخطيب رئيس النادي ورئيس لجنه الكره وحضرتك والكابتن البدري والكابتن سيد عبد الحفيظ الى اخر من يعمل في هذه الدائره، دائره الاختيارات والبيع والشراء ولجنه التعاقدات والتسويق والاستثمار، طبعا كل المحتكين بهذا الامر. بس عشان حرصا منا على عرض اكبر اسئله او اكبر كم من الاسئله، اولا في اول مجموعه من الاسئله من مشاهدينا احنا بنعتذر مسبقا لو في اي فارق في الترتيب بين الاوراق او ترتيب الاوراق والاسئله كما انقلها للكابتن زيزو مع حضراتكم بين الترتيب كما يعرض على الشاشه، هي نفس مجموعه الاسماء والمشاهدين اللي بيوجهوا نفس المجموعه من التساؤلات للكابتن زيزو. عندنا اسماء طبعا كتيره، في سمو الامير بيقول السلام عليكم كابتن زيزو، هل وجود عدد كبير من ابناء النادي في فريق الكوره صدفه ام تخطيط مقصود وهدف دائما للنادي؟ ده سؤال هايل. ليه؟ كل نادي ليه الشخصية بتاعته. الشخصية أنت بتحافظ عليها منين؟ البداية بتاعتها من القاعدة، من اللعيب، من أيام ما كان يبقى ناشئ ويكبر. ليه؟ لأن اللعيب هنا اتعلم بالغرس، واتعلم بالتجربة، واتعلم بطريقة متدرجة في اكتساب الخبرات، واكتساب حتى الخبرات السلبية أو الخبرات الخاصة بالقيم أو الخبرات الخاصة بالنظام أو الخبرات الخاصة بالانتماء. كل الكلام ده بيكتسبه اللعيب بالتجربة العملية والفعلية، وبالتالي بيطلع اللعيب عنده أمور واخدها بتدرج واخدها بشكل سلس واخدها بغرس. بمعنى إيه غرس؟ إنها بتكبر فيه. فحتى لو مشي بره النادي الأهلي، بعض اللعيبة بتمشي بتبص تلاقي نظام النادي الأهلي موجود جواه لأنه خلاص بقى شيء اتطبع بيه. لما بتبقى موجودة دي بتفرق معاه في الشخصية. الشخصية اللي هي ايه بقى؟ الشخصية اللي هي تديك احساس لما تكون انت خسران، وده وارد في كرة القدم، تلاقي نفسك مطمن الجمهور لانك بتبذل المجهود في الاتجاه الصح، حتى لو ما كسبتش الناس تبقى طالعة راضية عنك. الشخصية اللي هي تبقى انت مش كسبان وبتلعب نهائي بطولات، بتكسب بطولة في اخر 3 دقايق من الوقت الضايع مثلا، او بتكسب بطولات، في بقت سمه شخصيه النهارده
مميز بيها النادي الاهلي. الشخصيه اللي هي خلت النادي الاهلي دايما في تحديث للدوافع بتاعته من خلال المواقف الصعبه اللي اللعيب بيعملها او بيخلقها للنادي من خلال التربيه بتاعته، فبيقدر يوصل النادي لمستوى تاني من النجاحات. الشخصيه يعني هنا حضرتك شخصيا تميل لانه لو الفرصه فنيا وبدنيا واستثماريا لصالح مجموعه من ابناء النادي تدرجوا مع النادي الاهلي وتعلموا قيم ومبادئه، حضرتك اميل لده طبعا. لا هو في بقى هنا معادله يعني دايما اقولها بصراحه اللي هي ايه، ازاي يبقى عندي 60 70% من قوام الفرقه في الاحتياطي وفي الاساسي من ابناء النادي، من ابناء النادي ده افضل طبعا، افضل كتير. وبعدين تيجي بقى للكرة الحديثة والعصر الحديث احنا فيه، الاحتراف زي بقى عندك اللعيب المحترف اللي هو العالي اللي يضيف لك خبرات نوعية وخبرات من أماكن أخرى للفرقة كويس. ازاي انت كمان بتطلع اللعيب من عندك عشان خاطر يبقى موجود في مستوى أعلى من اللي انت فيه، سواء ماديا أو فنيا أو أدبيا. كل الكلام دوت النهاردة الدورة دي لازم تفضل ماشية بهذا الشكل، زائد القاعدة بس تحافظ عليها بقى. عشان كده انا بعتبر ان اكتر واصعب مهمه بالنسبه لي انا، وهي اكتر مهمه انا هسعى فيها ان شاء الله، هي تغيير جذري في قطاع الناشئين. تغيير جذري؟ اه تغيير جذري. طيب عايز اعمل خلينا جزري. مش قادر اسال حضرتك ليه، هو المنطقي ان اسال حضرتك ليه، بس هارجئ ده لحين انهاء مجموعه التساؤلات الموجهه لحضرتك من مجموعه المشاهدين، لان لسه بتاتي تباعا التساؤلات على هاشتاج اسال زيزو طبعا. وده هيرتبط بتقرير هنتناول من خلاله ايضا الامور الخاصه بقطاع الناشئين وراي دكتور عمرو ابو المجد وكل العاملين طبعا في هذا القطاع، وليه حضرتك شايف انه ممكن كمان يحصل فيه نهضه وتطوير وتغيير الافضل بشكل يحقق الاهداف والاغراض المطلوبه داخل النادي لهذا القطاع. عندنا سؤال اخر، يوسف عطا، بصراحه الكابتن زيزو من اكتر الناس المحترمه ومش واخد حقه، بس عايزين مدافع يا كابتن. اكتر من حد الفتره اللي فاتت كان بيتمنى صفقه فيها اضافه لخط الدفاع للنادي الاهلي. عنده حق طبعا 100% وبحترم رايه ومش مجامله ليه يعني، انما دي حقيقه احنا حاسين بيها وحسينا بيها بالخطوره حتى في الفتره اللي فاتت، لكن برضو الحمد لله التوظيفات اللي عملها كابتن حسام مع الاجاده في الاداء بشكل عام الفريق، ودي بقى من ضمن السمات برضو اللي بتميز النادي الاهلي طول عمره ودايما اذكرها، ان الجماعيه اللي موجوده في الاداء بتوفر 60% من الامان والضمان والاجاده في الاداء بالنسبه للاهلي. عندنا ابو روانه حموده، السلام عليكم كابتن زيزو، على الناس اللي مع حضرتك يا ريت تقول لنا في صفقه جديده في الدفاع ولا لا؟ دي من الحاجات اللي هي ايه احنا بنسعى فيها، بس انا هرد عليه بقى بطريقه ثانيه بعيد عن السؤال، انما في بعد اخر في السؤال يحتاج اجابه تريح بعض الناس. انا ما ينفعش اكون بتفاوض اعلن، ما ينفعش اكون الصفقه لم تتم اعلن. في حاجات كتيره جدا بتتكتب على المواقع وبتتكتب في بعض الصفحات الرياضيه بتبقى اجتهادات، بس بتتكتب بشكل كما لو كان خبر، فطبعا ده بيختلف. احنا مش ممكن هنقول اي حاجه قبل ما تنتهي الصفقه، مستحيل، ولذلك الناس بتزعل ساعات، بس في دي حقيقه بيبقى معلوم لان في اطراف اخرى بتبقى داخله في الموضوع، في لعيب وفي وكيل، في انديه منافسه، في انديه وفي وفي وفي، فما ينفعش النهارده ان انا افسد حاجه او اضر نفسي بحاجه. دي حتى متهيألي يا كابتن زيزو ممكن تؤثر على سعر اللاعب نفسه، يبقى معروض على النادي الاهلي مجرد خروج اسمه ورغبه النادي الاهلي في التعاقد معاه اعلاميا وانتشار الخبر ده اعلاميا ممكن يضاعف السعر. ما عشان كده قلت حاجه تفسد الصفقه كلها، الصفقه كلها او تخليها ما تحققش اللي هي حضرتك قلت عليها دلوقتي، ده اللي انا قصدي بيها. طيب معانا سؤال تاني من الاستاذ عبد الهادي عثمان، بيقول السلام عليك يا كابتن زيزو. عليكم السلام. عليكم كابتن زيزو، حضرتك من الرموز العظيمة في النادي، احنا بنحبك جدا. السؤال، متى يعتمد الاهلي على الناشئين بدل من اللعيبة القادمة او اللاعبين القادمين من خارج النادي بمبالغ كبيرة عكس السؤال السابق؟ هو عنده حق، بس هو زي ما انا قلت برضو في بداية حديثي قبل ما حضرته يسأل السؤال ده، انا الفترة الجاية والسنين الجاية ان شاء الله هنحاول ان احنا قطاع الناشئين انا بعتبره ثروة وفي مواهب كتير تحتاج الى التنميه والاهتمام، وده هيبقى ان شاء الله دورنا الفتره الجايه باذن الله تعالى. ولكن برضو في الاخر هنقول ان 70% من التيم
بيتكون من كده، والباقي بيتكون من اللاعب المحلي المتميز واللاعب الأجنبي المتميز. محمد عادل بيقول السلام عليكم يا كابتن محمد، بمسي على الكابتن زيزو، هو اللاعب العالمي ما جاش ليه؟ اعتقد انه بيسال انه كان في حديث في الفتره اللي فاتت عن يعني صفقه من العيار الثقيل، او ان قد يكون في لاعب، بس ما اعتقدش حد من المسؤولين في نادي الاهلي قال كلمه لاعب عالمي. التصريح ده انا هي ما سمعتوش، يمكن بعض وسائل الاعلام اجتهدت وقالت كده بالظبط. ده مثل اللي انا قصدي عليه. ازاي النهارده انت هتقول حاجه وانت اصلا انا ما شخصيا ما طلعتش مني وما طلعتش من لجنه الكوره. قد يكون البعض قالها على اساس ولا طلع تصريح زي ده من كابتن الخطيب ولا من ولا من اي حد، كابتن عادل بالظبط كده، كلمه في لاعب عالمي قادم او في الطريق. فهو الكل ممكن تكون توقع حاجه او منسوبه لحضراتكم او بيطرح سؤال على حضراتكم لانه تابعوا عبر بعض المواقع. انما انا عايز كده اللي عايز كده يا استاذ محمد، ايه احنا مستحيل هنقول ان احنا تعاقدنا مع لعيب قبل ما نتعاقد معه. بس حضرتك قلت انا متفق مع الاراء اللي بتقول ان قد يكون مطلوب فنيا في الفتره الجايه مدافع على لا مستوى لا لا. عالي، مدافع او اثنين كمان ممكن جدا، او اثنين كمان ممكن جدا، مطلوب جداً. اضافات لخط الدفاع طبعا. طيب هنرجع، احنا طبعا سعداء جدا بحجم التفاعل والمشاركات معانا، وكل فتره خلال الحوار هنرجع ناخد مجموعه اكبر من التساؤلات من حضراتكم، مع طبعا المزج بينها وبين الخط الاساسي لهذا الحوار والملفات الكثيره جدا اللي عايزين نسمع الكابتن زيزو بيتكلم عنها خلال هذا اللقاء. عندنا طبعا يهمنا نسأل حضرتك عن رأيك في الفريق هذا الموسم، كيف ترى فريق الأهلي هذا الموسم؟ فارق النقاط 12 نقطة عن أقرب المنافسين، مع عروض فنية الكل بيجمع أن الأهلي فنيا وخططيا وبدنيا الحقيقة يعني بشكل موضوعي بفارق كبير يتفوق على أقرانه. شايف الفريق إزاي؟ أنا شايف الفريق السنة دي وخاصة الفترة الأخيرة الأداء بتاعه بقى مرضي جدا. بقى مرضي ليه؟ لان لازم يبقى فيه اضافات على المكسب، لازم يبقى فيه حاجه جديده بتنضاف. الجمال بدا يبان شويه في الفتره الاخيره، ودي ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كنا بنكسب، بس بنكسب ساعات بمعاناه، بتكسب في اخر وقت، بتكسب من غير الجمال العام في الأداء. السنة دي حتى الإجوان نفسها شكلها مختلف، فدي حاجة كويسة، وأعتقد أن هي ليها ما يبررها من خلال أن دايما مرحلة الانسجام بتبقى مرحلة متقدمة. فالنهاردة الفريق بدأ يبقى ثابت تماما، العناصر بتاعته بنسبة 80% تقريبا هي اللي بتلعب، اللي بيغيب حتى بيغيب نتيجة الإصابة أو الإيقاف، فدي بتعمل نوع من الانسجام الكامل ما بين اللعيبه، سواء بعض اللاعبين زي ما احنا شايفين كده مثلا العلاقه النهارده الفنيه اللي موجوده ما بين اجاييه وما بين عبد الله السعيد مثلا، ما بين مثلا عبد الله السعيد برضو. ليه؟ لان عبد الله السعيد عنصر مشارك او مشترك. الحقيقه من الاسئله اللي حضرتك بتسبقنا النقاط اشار لها زملائي في فريق الاعداد النهارده كاتبين عايزين يعرفوا بشكل مباشر راي حضرتك في حاله التفاهم الشديد جدا والتناغم في الاداء الموجوده بين الثلاثي اللي الجمهور شايفه النهارده بيطلق عليه الثلاثي الرهيب السعيد ازارو اجاييه. وانا الحقيقه عشان ما نظلموش وننتقص من حقه بضيف لهم كمان اللاعب اللي في اي وقت بيضيف للفريق وبيكون مفاجاه بادائه الرائع وقت الدفع اي عدد من الدقائق وليد سليمان. وليد شايف ازاي خط الهجوم؟ مش عايزك، انا كنت هاجي لهم، بس هو انا اتكلمت على عبد الله سعيد لانه عامل مشترك بحكم ان هو صانع لعب، فيبقى سهل جدا يصنع لعب لاكثر من لعيب. فاحنا في جوال عبد الله السعيد لو تسجل له او تم اعاده الاهداف اللي مش هو سجلها لصناعها، عبد الله هتلاقيه صنع هدف اتكرر اكتر من 10 مرات لعده لعيبه ولعيبه مختلفه خالص وفي اوقات متفاوته، يمكن من 7-8 سنين ودلوقتي والسنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها هتلاقي نفس الهدف اللي هو غالبا بيبقى سلو باص بيتلعب من ورا خط الدفاع ولعيب جاي قاطع. اخرهم الجون الجميل قوي اللي كان جابه باسم في ماتش من الماتشات، اعتقد مش عارف كان مش متذكر، كان ماتش كسبناه 3-0 يمكن النصر حاجه زي كده، كان ماتشات كويسه قوي. الجون ده اتكرر كتير جدا، فانا عايز اقول ان بدا الانسجام بيخلق تكرار لبعض الجماليات اللي اللعيب يقدر يعملها، وبالتالي ده معناه ايه؟ معناه ان في استقرار نفسي وفي استقرار فني واستقرار اداري بقى موجود في الفرقه، عمل لك قيمه اضافيه. يمكن مباراه الرجاء اللي حضرتك بتتكلم عمل لك قيمه اضافيه بجانب النتائج
وبعدين برضو الفرقه الثانيه بدات تعمل لك حساب زياده، فبدا يبقى في حرص اكتر، دي بتخفف العبء عنك في النواحي الدفاعيه، فدي احد المزايا اللي احنا متعيبين بيها الفتره اللي فاتت. انما بشكل عام الفريق السنه دي يعني اضاف لنفسه حته الجمال. السنه اللي فاتت اعتقد كان حظنا وحش جدا في نهائي كاس افريقيا، اعتقد ان هو الهدف الكبير بتاعنا السنه دي ان شاء الله، وبتاع الجهاز الفني كابتن حسام وكابتن سيد واللعيبه نفسها، هي بطولة افريقيا ان شاء الله. هل اكتمل القوام الفني للفريق اللي يسمح بالفوز ببطولة افريقيا وممكن يخلي كمان الاهلي اقوى من الاعوام اللي فاتت في البطولة؟ هو القوام موجود والاضافات، قصدي حتى بالاداء مش الاعداء مش الاعداد او العناصر، الاداء الاضافات بقت موجودة ممكن تدعم اكتر. الرغبة بقت اكبر ليه؟ لان بقى كمان مصحوبة بحرص وبخوف، ودي حاجه كويسه في الكوره، انك انت السنه اللي فاتت اتقرصت قرصه جامده قوي ان النادي الاهلي يخسر في النهائي، دي عمليه صعبه مش سهله طبعا، بتبقى صعبه ومؤلمه على الجهاز وعلى اللعيبه وعلينا الجمهور كمان ما اتعودش عليها ان النادي الاهلي يوصل لاي نهائي ويخسره بالزبط. يعني وخاصة ان احنا كنا الافضل بفضل الله يعني. فانا اعتقد ان السنه دي ان شاء الله الدوافع يعني تم الاحساس بيها اكتر، فان شاء الله ربنا ييسر. هو دايما كابتن ده الهدف اللي انا قصدي، الهدف اللي حضرتك بتتكلم عنه. الهدف ده بقى في هدف انا بعتبره، انا سجلته حتى قلته مره لعبد الله السعيد وانا ماسك الفرقه، قلت له عبد الله اللعبه دي انت لازم تكررها كتير قوي. لو جبت لنا مثلا هدف بتاع ابو تريكه في الزمالك في مباراه الجونه، كان اعتقد يمكن في كاس مصر، نفس اللعبه دي اللي وليد سليمان لعبها بكعبه، ده انا يعني صنفته اجمل اهداف النادي الاهلي في التاريخ، هذا الهدف بقى انا بعتبره كده. يعني احنا جبنا جوال كتير جدا جدا أجمل جدا، اجمل اهداف النادي الاهلي على مدار التاريخ، من اجمل الاهداف، لان في جوانب تكتيكيه وفنيه غير معقوله، عاليه جدا، وثلاث لعيبه بس اشتغلوا في نص ملعب بالكامل، وكل واحد لمس الكوره مره واحده بس، فده من الاهداف اللي فيها شغل كبير جدا جدا، في اتقان كبير جدا جدا من اللعيبه، في نواحي تكتيكيه كما لو كانوا هم لوحديهم بس الثلاثه في الملعب. يعني الهدف ده، يعني وليد سليمان كان يقدر يجيبها جول، وابو تريكه كان ممكن يسندها يعني، انما هو في جمال كبير. احنا طبعا بنؤكد انه تفوق حاليا بالتفوق بالهدف الثاني او متقدم بالهدف الثاني لنجمنا الكبير محمد صلاح فريق ليفربول على بورتو في المباراه اللي بتجري حاليا بين الفريقين، وصلاح احرز الهدف الثاني. وطبعا من الاسماء اللي لابد من الاشاره اليها لمعرفه راي الكابتن زيزو في مسيرته ومشواره وامكاناته وعناصر تفوقه نجمنا الكبير محمد صلاح، وده هنرجع له بعد قليل. نكمل كلامنا عن الجزء الخاص بالنادي الاهلي هذا الموسم. البعض كان بيسال لما بسال حضرتك على فكره قوام، اكتمل قوام الفريق، ربما القوام ده الناس بتقول مع بعض الانتقالات، مع بعض الاسماء اللي بقت على نفس مستوى اللاعب الاساسي على مقاعد البدلاء، مع حاله فنيه وبدنيه وخططيه وسرعه في الاداء وصلوا لها ما كانتش موجوده بالمعدل والايقاع ده المواسم اللي فاتت. هل احنا جاهزين لبطوله افريقيا وحضرتك شايف الفريق في افضل حالاته ومش ناقصه اي حاجه سواء كعناصر ممكن تنضم ليه او كاداء في الملعب؟ اعتقد الحمد لله عندنا كل المقومات اللي تسمح لنا بهذا، حتى بعتبر السلبيه بتاعت السنه اللي فاتت السنه دي ان شاء الله تحدث نوع من الايجابيه اكتر. في حاجه تانية مهمه قوي قد تبدو سلبيه ولكنها في الواقع من ضمن العوامل اللي ساعدت ان الفرقه تبقى كويسه قوي الفتره اللي فاتت دي بالتحديد، وهي ان كان في عندنا تضخم في عدد اللاعبين. كويس؟ من ضمن المميزات اللي تمت الفترة اللي فاتت إن أنت فرغت الفرقة شوية. فرغتها بما لا يضر بما يفيد. إزاي يا كابتن زيزو؟ ده بينقلنا لفلسفة لجنة الكورة ولجنة التعاقدات ودور حضرتك كمدير رياضي مع الجهاز الفني، المدير الفني بالزبط. ومدير الكورة في فترة الانتقالات الشتوية، طبقنا عليها ده إزاي بالشكل الأفضل اللي حضرتك قلت في بداية اللقاء إنه ممكن يحقق أو حقق التوازن الفني والمالي. احنا الفترة اللي فاتت دي حسينا ان الفرقة فيها عدد كبير جدا من اللاعبين وكلهم من النوعية المميزة. يعني انت لما بتسيب لعيب زي عماد متعب، تسيب لعيب مثلا زي حسام غالي قبل كده، تسيب لعيب زي احمد الشيخ، تسيب لعيب زي مؤمن، تسيب لعيب زي حسين السيد، تسيب لعيب زي عمرو بركات، تسيب لعيب زي صالح جمعة، كلهم لعيبة دوليين، كلهم لعيبة كويسين جدا وامكانياتهم كبيرة جدا، ولكن الضرر الاكبر ان هم يبقوا نجوم بالشكل ده وبالقدرات دي وقاعدين ما بيلعبوش، طاقات معطله، وبعدين ده عبء
مش عليهم هم بس نفسيا، ده هيبقى على الجهاز الفني، لان انا النهارده ما فيش فريق في العالم بيتمرن عنده 37 او 35 لعيب، دي بتعمل عبء على المدير الفني في عمليه اللعيب. وهو من اكتر المهام بتاعه المدير الفني ان هو يريح اللعيب نفسيا. طب هيريحه نفسيا ازاي وهو عنده بدل اللعيب عنده 4 أو 5؟ وبالتالي من هنا جت الفلسفه بتاعت دي. وهنا اسمح لي اذكر يعني هي كانت عمليه صعبه جدا وعمليه شاقه جدا، بس لولا التنسيق بقى اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه ما بين لجنه الكوره وما بين الكابتن حسام البدري وما بين كابتن سيد عبد الحفيظ في ان احنا ازاي نطلع وازاي ان احنا نجيب لعيبه وازاي ان اللعيبه دي تبقى موجوده بشكل يعود بالفايده عليهم وعلى النادي ادبيا وفنيا. كلنا الرؤيه الفنيه ومادية اللي توصلتوا اليها كابتن زيزو اللي خلت مثلا مجموعه تخرج زي ما حضرتك قلت عندهم طاقات كبيره جدا بس العدد الاكبر منهم ما كانش بيشارك فكان طاقته معطله، ازاي ده افضل للفريق في الفتره الجايه فنيا مع كمان خروج عنصر زي مؤمن زكريا ان شاء الله مع عودته هيبقى اضافه كبيره جدا للفريق انه كان بيشارك بالصفه اساسيه. عمليه التنسيق كانت سهله جدا، يعني الجهاز الفني جه قعد معانا وفي لجنه الكوره واتناقشنا في كل الامور وعرضنا الاسماء وعرضنا المراكز، وبناء على رغبه الكابتن حسام قلنا ده ممكن يتم اعارته، ده ممكن نجيب يعني نجلب اللعيب ده، الفرقه ممكن تبقى الهيكله بتاعتها هذا الشكل، فكلنا اتفقنا عليها وتمت العمليه بشكل الحمد لله. حقق من وجهه نظري مكاسب كبيره جدا سواء ادبيه او فنيه او ماديه. اللي اذكره هنا برضو ان العمليه كانت صعبه جدا بصراحة. من ضمن الناس اللي ساعدتنا جدا جدا وسهلت المأمورية معالي الوزير تركي الشيخ، في الفترة دي كان واقف معانا وقفة كبيرة جدا وقدر ان هو يساعدنا في عملية التنفيذ، وبالتالي قدرنا ان احنا نحافظ على لعبتنا بشكل جيد وقدرنا ان احنا ندعمه. هل تقصد حضرتك هنا ايجاد الفرص التسويقية المناسبة فنيا وماديا للاعبين والنادي؟ مفيش شك كان هو صاحب الفضل فيها، اللي ساعدنا جدا جدا في ان احنا ننفذ اللي احنا عايزينه. احنا عايزين وان اللاعب يخرج بمقابل جيد وفي نادي مستواه عالي فنيا ويرجع ويجهز ويشارك ويتقاضى يعني اجر بالزبط. جيد عن الفتره دي ويفيد نادي كمان، وما بنبيعش اللعيب، احنا عملنا اعاره واعاره بحيث ان فتره الاعاره دي النادي بياخدها تاني من اللعيب بعد كده 3,650,000 دولار يعني مقابل الاعارات دي رقم ضخم جدا. فانا عايز اقول ان هنا عشان كده هو ده المعنى اللي احنا وصلنا له واللي انا عبرت عنه ان احنا بفضل الله قدرنا نعمل التوازن الفني والمادي في عمليه البيع والشراء والاعاره وخروج اللاعبين بحاله رضا مادي وفني عن فترات الاعاره طبعا. وبعدين برضو اتحنا حاجه مهمه جدا، بقى سيبك من الفلوس، اتحنا حاجه مهمه جدا جدا لعدد كبير من اللعيبه لان كلهم دوليين ان يبرز نفسه عشان خاطر كاس العالم، فدي برضو نقطه مهمه يشارك ويحط نفسه يشارك في الصوره قدام المدير الفني مستر فاهم. ده المكسب الادبي اللي انا اقصد عليه، مكسب فني وفي نفس الوقت هو كسب ماديا، في نفس الوقت النفسيه اتصلحت اكتر، صلحت بالنسبه للي راح اعاره ويلعب بره، واتصلحت اكتر بالنسبه للعيب اللي موجود. لعيب انا كنت لعيب وعارف اللعيب اللي موجود النهارده يجي يقول لك انا هلعب يا ترى الماتش الجاي، لا ده في فلان وفلان وفلان، يا ترى هيختار مين؟ هل ممكن كمان مع تخمه النجوم اللي حضرتك قلت انها كانت موجوده الفتره اللي فاتت وما زالت الحقيقه موجود، ممكن اللاعب يبقى بيلعب وهو خايف من اي اصابه حتى لو جزعه بسيط او كذبه بسيطه لان غيره بالزبط. على نفس المستوى بالزبط. موجود انما احنا الحمد لله دلوقتي الفريق عنده قوام بتاعه كويس قوي وعنده الاحتياطي بتاعه الكافي، بدليل الفتره اللي فاتت مثلا علي معلول بيغيب بتلاقي لعيب بداله صبري مثلا، فلان بيغيب بتلاقي البديل اللي بينزل بيبقى ليه تاثير كبير احمد جدا. فتحي هاني باسم في نفس المنطقه بالظبط. فكل يعني دي برضو بتبقى فيها اريحيه حتى للكابتن حسام والمدير الفني اللي موجود، يعني الوفره وان النادي الاهلي مستواه دايما محتاج البدلاء على بالزبط. نفس مستوى المجموعه الاساسيه ده متوفر بالزبط. رغم عدد كبير من النجوم اللي خرجوا زي ده بالزبط. عمليه انك انت مثلا النهارده بتيجي عمليه التدوير بيتم الحمد لله دلوقتي بشكل جيد جدا، دي برضو بتفرق كتير قوي انك بتلعب اكبر عدد من اللاعبين، بتريح اللعيب اللي هو عنده ارهاق او عنده كذا، في برضو رغبه كبيره جدا عند الجهاز وعند اللاعبين في ان هم يحاولوا يحافظوا على المعدل اللي عامل فارق ما بين المركز الاول والبطوله والمركز الثاني او والبطوله، لان احنا عندنا ما فيش اعتراف بالفوز بالبطوله الا لما رسميا تحسم عدد النقط اللي موجوده في الملعب
اقل من عدد النقط اللي عندنا مع الفريق. ان الفارق خلاص يعني النقاط المباريات المتبقيه ما تحصلش رسميا بالظبط. فدي هتدي فرصه للجهاز الفني برضو ان شاء الله انه يعطي عدد كبير جدا من الفرص للاعيبه اخرين. اللاعبين اللي خرجوا هل هم فعلا في الحسابات يا كابتن زيزو؟ طبعا طبعا في بعضهم كان اوريدي في الحسابات وكان مطلوب لانه محتاجينه جدا فنيا في تجربته خارج مصر حاليا هو النجم مؤمن زكريا، لكن اسماء ثانيه عماد متعب، صالح جمعه، ظروف الاسماء دي اللي هي دايما بيقول عنها الجمهور انها اوراق ممكن الدفع بيها في اوقات وانها عندها الامكانيات الفنيه باجماع الاراء يعني. هل هم عندهم فرصه للعوده والمشاركه بقوه مره ثانيه لو مستواهم من خلال فتره الاعاره دي عالي؟ الفرصه موجوده حسب الاحتياج في حاجه وحسب حاله اللعيب برضه هتفرق كتير جدا وحسب المده بتاعه الاعاره، ان في لعيب طالع 6 شهور زي مؤمن ومتعب مثلا وفي لعيبه طالعه 1.5 سنة، واحمد الشيخ برضه طالع 6 شهور واحمد الشيخ كمان. فالفرصه موجوده للكل مفيش حاجه. طيب عايز اسال بشكل خاص عن الاسمين الكبار في المجموعه، اسم رجع للنادي الاهلي الكابيتانو حسام غالي النجم الكبير وكابتن الفريق والنجم طبعا ونجم منتخب مصر والنادي الاهلي طوال الاعوام الماضيه عماد متعب. بالنسبة لنجمين كبار عماد، خروجه حضرتك شايفه ازاي في الفترة دي او اعارته، وعودة حسام غالي فنيا وشايفها ازاي مع الفريق؟ والله بص بالنسبة لعماد متعب خروجه كان مفيد ليه هو اولا لانه ما كانش بيلعب وده نجم كبير قوي بصراحة، يعني قعدته بره كانت مؤلمة لينا كلنا وليه هو شخصيا اكيد مزعجة له كمان وبتبقى مزعجة حتى مزعجة للجهاز الفني لان برضه الجهاز الفني بيبقى عنده مسؤوليه معينه وليه وجهه نظر فلابد ان هي بتحترم في كل وقت يعني. انما خروجه اعتقد ان هو فرصه بالنسبه له برضو بتخلق عنده نوع من التحديث بالنسبه للطموح وتحدي اكتر وبتدي له فرصه اللي هو محتاجها في انه ممكن جدا ليه لا ما انضمش منتخب مصر. ساعتها بيبقى الحدث بقى ليه حديث تاني. بالنسبه لحسام غالي حسام شخصيه مميزه جدا كلاعب كوره وكشخصيه انسانيه وهو من النماذج اللي احنا بنبص لها كنموذج لابناء النادي الاهلي اللي هي ومن الكوادر اللي ممكن تكبر في النادي الاهلي مش عايز من الكوادر اللي ممكن تتعمل وتتخلق لانه عنده الشخصيه لهذا بطبيعته وبخبراته وبتاريخه ومحبوب كمان حسام محبوب سواء جماهيريا او اعلاميا عنده الكاريزما الشخصيه عنده الشخصيه فحسام اعتقد ان هو موجود ان شاء الله ممكن جدا يبقى ليه دور الفتره الجايه حسب رغبه الجهاز الفني خاصه ان احنا عندنا عجز شويه في حته القلب فممكن جدا مع التمرين الفتره الجايه ان شاء الله. هي الحقيقه مثال يا كابتن زيزو اللي عملتوه ده مثال يحتذى في انه لم يفرض شيء على الجهاز الفني زي ما حضرتك بتقول الصلاحيات بالكامل عند الكابتن حسام البدري في مشاركه او عدم مشاركه حسام غالي الدفع بيه تسجيله في قائمه اي مباراه او خروجه من القائمه يعني النادي راى قرار معين في توقيت معين ربما تكريم ربما نهايه مشوار لاعب كبير حضرتك شايف انه هيكون له كمان باع مع النادي الاهلي اداريا في الفتره الجايه او كادر ممكن يبقى له شان في النادي الاهلي مستقبلا لكن دون التدخل في شانه وصلاحياته. لا 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 خالص احنا بس عملنا الواجب بتاعنا تجاه لعيب اعطى للنادي الكثير عايز يرجع يرجع يعني ليه ده يعني حقه النهارده ان النادي يقف معاه وده واجبنا احنا كلجنه كوره وحقنا كلجنه كوره في ان احنا نقول هذا القرار لكن دون المساس بالقواعد لا لا النادي الاهلي او التدخل في اختصاصات هو يجي لاسباب خاصه به هو ان هو يستحق هذا من خلال تاريخه من خلال عطائه من خلال شخصيته اما الامر الفني او البعد الفني عمليه الملعب ده موضوع ثاني مش بتاعه عظيم. معانا نجم كبير من نجوم الكره المصريه والنادي الاهلي ومن من زامله الكابتن عبد العزيز عبد الشافي في الملعب ومن القريبين جدا منه والاصدقاء على المستوى الانساني. انا عايز حضرتك اللي تقول الو تشوف مين معانا على التليفون اتفضل. كان بيلعب جنبي ولا بلعب جنبه؟ يعني من الاجيال اللي حضرت مع الكابتن زيزو ولحقت بالكابتن زيزو حتى وان كان يعني حضرتك بدات قبله في الملعب. كابتن مصطفى عبده عشان الموضوع ما يبقاش صعب. حبيبي كابتن مصطفى عبده نجمنا الكبير مساء الخير يا كابتن مصطفى. ده حبيبي مصطفى. مساء الخير يا كابتن محمد. اهلا بحضرتك. على كابتني كابتن عبد الشافي. الله يخليك يا مصطفى. الراجل الخلوق الراجل الجميل اللي تحطه في اي حته بلسم لاي حاجه. ربنا يخليك يا حبيبي والله. والله دي حقيقه يا كابتن زيزو انت مكسب لاي حته تحطه. ربنا يبارك فيك يا درش. كابتن مصطفى تقول ايه عن الكابتن زيزو وزملته في الملعب ومشوارك بجانبه في مباريات للنادي الاهلي؟
فاكره اهم الحاجات اللي فاكرها دايما عن الكابتن زيزو وارتبطت في ذهنك بشخصيه واسم الكابتن عبد العزيز عبد الشافي كلاعب كره وكانسان؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، كابتن زيزو عشان انا اقول شهادتي فيه مجروحه قوي، انما كابتن عزيز عشان تتكلم عليه لا، انت عايز مجلدات وعايز تتكلم في حاجات كتيره قوي. كخلوق انا ما شفتش في الدنيا، يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يزيده ويبارك له في اخلاقه وفي هدوءه وبمعونته لي والاصحاب، سواء كنا زمان في الملعب او بره الملعب. يعني معنى صح تقول الكابتن زيزو بين قوسين تحتيها 10 خطوط، الاخلاق، الادب، الاحترام، الهدوء، حط اي حاجه كويسه عاوز تحطها على الكابتن. من الشخصيات اللي ما نفتكرش ان شفنا لها في يوم الايام اي تجاوز في الوسط الرياضي على الاطلاق يا كابتن مصطفى، حتى يوم ما حصل انفعال في حوار ما كان برضو كلام الكابتن زيزو في الاطار المقبول وبمفردات مقبوله، يعني تتفق مع الرساله اللي عايزينها او عايزين نوصلها دايما لكل الناس. يا ريت يبقى المجتمع الرياضي كله اللي موجود يبقى صوره، حتى مش هنقول بقى صوره لكابتن زيزو كمان لله وحده، لكن الكابتن زيزو ده مؤسسه لوحده، خد منها كل ما تريده لاصلاح المجال الرياضي. كابتن زيزو زي ما قلت لك في الاول ده بلسم بتحط على اي حاجه، بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك يا مصطفى يا حبيبي. وده والله العظيم انا بقولها كده، والله العظيم والله العظيم انا بقول مش بقولها كده مجرد عشان الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، لا انا بقول الكلام ده لان كابتن زيزو قبل ما بيبقى اي حاجه، انا بقول لك انا شهادتي مجروحه، انما طالما انت بقى شالتني فانا بطلع كل اللي عندي، ودي حقيقه. ده كابتن عبد العزيز عبد الشافي انسان قبل ما يكون اي حاجه، كل حاجه حطه يعني في ربنا يبارك فيك، بسم الله ما شاء الله، في الهدوء بسم الله ما شاء الله، في الادب ما فيش احسن من كده، اي حاجه عاوز تقولها حط تحتها مليون خط، واحط كابتن زيزو، لان كابتن زيزو مكسب لاي جهه يروحها سواء للنادي الاهلي او منتخب مصر او اي الحمد لله رياضيه، فربنا يديمها عليه الصحه والعافيه وحب الناس ليه، وكابتن زيزو مكسب لاي حد. الله يبارك فيك كابتن مصطفى نجمنا الكبير. شكرا يا كابتن مصطفى، ربنا يبارك فيك. الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا في هذا الحوار. يعني الكلام لا مصطفى مصطفى اخويا، يعني زي اخواتي بالظبط، يعني من الناس اللي انا حتى ارتباطنا لم يحدث انفصال يوم واحد بس طوال الفتره اللي هي عقبت مثلا الاعتزال بالنسبه له وبالنسبه لي. مصطفى حتى الآن يعني صديق غالي جدا، عزيز جدا، حياتنا حتى أسرارنا كلها مع بعضينا احنا الاثنين، إنسان طيب جدا 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 جدا، يعني فوق ما تتخيل. يعني اللي بيجي يقيم مصطفى عبده تقييم القلب ده من العمليات الصعبة قوي، تحس إن في كل المواقف بتاعته قلبه أبيض، ما عندوش خبث خالص، يعني لدرجه حتى ساعات كنا نقول عايزينك تبقى خبيث شويه كمان في الملعب، يعني بس بلاش بره الملعب يعني. لا مصطفى ما شاء الله نموذج، ربنا يبارك له في اولاده وفي صحته ويحفظه من كل سوء. وقوفه مع الكابتن الخطيب ووجوده في كل الايفنتس او الاحداث المهمه خلال طبعا الحمله الانتقاليه ومؤتمرات كابتن الخطيب، اللي اشار لها كابتن الخطيب ان ده رغم ظروف وفتره صعبه جدا طبعا على كابتن كلام. مصطفى وخارج منها وظروف صحيه ألمت بيه كمان صعبه، يعني وكان في الوقت ده بالرغم من الظروف دي كان حريص جدا على التواجد. لا ما هو دي من حب الجيل ده لبعضه، هو الجيل ده زي ما قلت لحضرتك في بدايه حديثي، الجيل ده بصراحه يعني مختلف خالص. حتى على فكره علاقتنا مش بس بنفسنا جوه النادي الاهلي، انا علاقتي وكل زمايلي برضو بيتكلم عنهم في النادي الاهلي لغايه يومنا هذا، علاقتنا بلاعبي الانديه الثانيه اللي كانوا في الجيل بتاعنا لغايه النهارده، لغايه النهارده موجوده. طيب انا يعني عامل ارهاق شديد لزملائي فريق الاعداد، لان الحقيقه عندنا كم التساؤلات سواء من جماهيرنا او مجهود فريق الاعداد نفسه او موضوعات كتيره حابين نسمع راي حضرتك فيها، وكل ده متشابك، فانا من وقت للتاني بخرج عن النسق العادي للحوار وارجع للتساؤلات، لان مشاهدينا اسئلتهم كتير فعلا. هرجع لبعض الاسئله الموجوده. امين محمد زوريق بيقول عايزين مدافع عشان بطوله افريقيا، عشان احنا مش عايزين الدوري المحلي بس، يعني ده هو احنا متفق مع الحضرتك. هو الجهاز الفني سجل 25 لعيب في افريقيا، فاضل لنا خمسه، الخمسه دول اساسا مستنيين لغايه نهايه الفترة اللي هي لغاية شهر 6، من حقنا ان احنا نسجل خمس لاعبين اخرين ان شاء الله، فالخمس اماكن دول متسابين للاحتياج
الأكبر يعني. صفقة الأهلي الجديد، منتصر أحمد بيقول صفقة الأهلي الجديد يا كابتن زيزو، عرش هنا هل بيتكلم عن صفقة القرن أو مدينة الأهلي الرياضية أو عن صفقات جديدة؟ أعتقد هنا أقرب للاعبين الصفقات الجديدة، وهو فعلا مرتبط بكلامنا. احنا سألنا حضرتك عن المجموعة اللي خرجت على سبيل الإعارة باستثناء النجم حسام غالي ورجوعه للفريق، عايزين نتكلم شوية عن دور أيضا لجنة الكورة ومنصب المدير الرياضي والجهاز الفني ولجنة التعاقدات ومدير الكورة في قضية استخدام أو التعاقد مع بعض اللاعبين اللي دخلوا النادي الأهلي خلال فترة انتقالات يناير. حضرتك شايف تأثيرهم إزاي على الفريق، أيضا البعد الفني والاستثماري والمالي والتصوير؟ النادي الأهلي مختلف عن معظم الأندية، مختلف بمعنى ايه؟ مختلف ان المسؤوليه حجمها كبير قوي عندنا عند اللعيب بتاع النادي الاهلي، فدي بتستدعي او بتستوجب ان يبقى في بعض الوقت حتى يحصل الانسجام والانخراط داخل المجموعه بتاعه النادي، لان هو في نظام معين، نظام اداري، في نظام لوائح، نظام مادي معين اللعيب بيلتزم بيه، نظام في التدريب، نظام في الماتشات. الضغوط اللي موجوده ضغوط كبيره ما كانتش موجوده عند اللعيب الجاي، يعني مثلا بتيجي مثلا اللعيب جاي من نادي مثلا زي وادي دجله زي محمد شريف مثلا، ممكن يكون لعب قدام جماهير قبل كده بس بيلعب مره او اتنين او ثلاثه او خمسه في السنه، انما لما بيجي عليه ضغط في التمرين تلاقي عليه ضغط، مطلوب منه يتمرن كل يوم كويس، مطلوب منه لما يكون في كل مباراه مطلوب منه ان هو يسعى للمكسب، يؤدي كل اللي عليه، فدي ضغوط على اللعيب، المسؤوليه حجمها كبير، طموحات كبيره جدا لازم تستوعبها ولازم يعني تعيشها. ممكن تبقوا متعاقدين مع لاعب جاهز فنيا يليق بانه يشارك، لكن بتدوا له فتره تاهيل نفسي واستعداد نفسي، فتره تاقلم لازم. دي بقى بترجع للعيب نفسه، ثقته في نفسه، شخصيته الفنيه، شخصيته الانسانيه، عمليه التجاوب مع المدير الفني واللاعبين والجهاز، كل ده بيساعده ان يبرز بدري، زي التوفيق ربنا مثلا لو مهاجم ازاي مثلا بيحرز هدف ولا اتنين ولا ثلاثه، بتشد من ازره وبتديله احساس بان هو الهدف الاساسي اللي جاي من اجله بدا ينفذه. لكن احيانا كنت تتعاقده او ممكن تتعاقده مع لاعب تلاقوا اللاعب ده شخصيته الاهلي، يعني جاهز جدا وعنده ثقه في نفسه قليل مع الاعلام، مش دايما بس في حالات قليله ممكن، بس ده قليل. لا، الجهاز الفني حريص على الدفع بيه طبعا سريعا، يعني احنا مثلا في الجيل بتاعنا مختار اول ما جه لعب على طول، طاهر الشيخ اول ما جه لعب، محسن صالح اول ما جه لعب، جمال عبد العظيم اول ما جه لعب، فكان الاختيارات بتاعت النوعيه دي من اللعيبه كانت بتبص تلاقيها جايه عن النادي الاهلي بتلعب على طول. في بعض اللاعبين تاني يجي بس مثلا بس 6 شهور يلعب، مثلا نجم زي محمد عامر مثلا، محمد عامر لما جه كان جاي من كفر الشيخ كان هداف درجه تانيه، لما جه النادي الاهلي قعد حوالي 4 5 شهور، الاربع خمس شهور دول خدهم تاقلم، كان زعلان جدا وكان حزين، بس مع الوقت اقتنع بان ده امر طبيعي، بقى لحد ما بدا يشارك، بقى خلاص بقى اساسي وبقى مؤثر جدا جدا جدا. طيب يعني هل حضرتك بتطمن جمهور القناه وجمهور النادي في كل مكان انه المجموعه الجديده اللي تم التعاقد معاها في فتره انتقالات يناير اضافه فنيه حقيقيه ان شاء الله، سواء شاركوا في الفتره دي او خدوا وقتهم في المشاركه؟ لان جمهور الاهلي دايما بينزعج جدا لو تم التعاقد مع لاعب وجه وما شاركش خالص وبعد فتره لقوه مشي مره ثانيه، بيقول طب تم التعاقد مع ليه؟ هل المجموعه دي تم اختيارها بعنايه؟ حضرتك متاكد انها فنيا كلها ان شاء الله باذن الله تعالى؟ وعايز اقول بس برضو ملحوظه هنا صغيره كده، احنا دايما بنسال على اللي مش موجود، دايما بنسال على اللي مش موجود، فين فلان فين فلان فين فلان، ورغم البركه موجوده في اللي موجود برضو اللي بيلعب، فبمجرد ما ده بيتشال او لاي سبب من الاسباب وده بيجي نسال على اللي غايب، فده امر طبيعي في الكوره. ولذلك النهارده مثلا لما تشوف انت السبع ثمان لعيبه اللي احنا سبناهم اعارات مثلا في الفتره الاخيره ديت، النهارده هم لعيبه مؤثرين، بس مؤثرين بالبصمه بتاعتهم، البصمه بتاعتهم في بصمه ثانيه جت بتادي نفس الدور، فبتفرق. امتى بقى انت بتحس بان اللعيب غاب؟ لما يكون لعيب متميز قوي، اللعيب المتميز ده بيبقى عنده الشخصيه الفنيه العاليه قوي قوي اللي بيديك قيم اضافيه اكتر من مجرد الاداء، حتى الاداء الكويس او الاداء المفيد، لا ده بيجي جانب يعني مأثر فيك كمتفرج او كمشاهد او في الفريق من خلال مثلا لمسه خاصه بيه جدا جدا في الشخصيه بتاعته.
مثلا زي مثلا نجم مثلا زي ابو تريكه مثلا كان موجود، ده بيضيف لك حاجه كبيره جدا، يمثل قيمه كبيره جدا في الفرقه. طاهر ابو زيد مثلا، الخطيب طبعا، عبده، اي حد من الناس اللي موجوده في اللي هو مش بس البعد الفني او المهارات غير العاديه او الموهبه، عنده حاجه معينه في الشخصيه، حاجه مؤثره في على الفريق، بتاثر في المتفرج بشكل مباشر. فبيديك ناحيه جماليه كبيره. النهارده مثلا محمد صلاح نجمنا الكبير بالنسبه لمنتخب مصر، لعيب بيديك قيمه كبيره جدا. فلما انت بتشيل حاجه زي كده مثلا من الفرقه، تشعر ان في حاجه ناقصه، غلط في حاجه ناقصه في الفريق كله. وبعدين برضو في حاجه موجوده في النادي الاهلي برضو انا ذكرتها، النادي الاهلي الجماعيه اللي موجوده في الاداء باستمرار بتدي له حد ادنى للاجاده 60%، عشان لو غاب اي عنصر يشيل الفارق، المجموعه تشيل بنقص ناتج عن غياب المهاره اللي موجوده في العنصر ده، يعوضها الاداء الجماعي. انما الفروق الفرديه بقى هي اللي بتعمل القيمه الاضافيه، تضيف للتيم ورك بالظبط، زي عبد الله السعيد مثلا لعيب معانا طبعا من الشخصيات المعروفه جدا في الوسط الفني وفي الوسط الكروي، الحب الشديد للرياضه ولكره القدم ايضا، الاستاذ محمد العدل، وهو من محبي النادي الاهلي والكابتن عبد العزيز عبد الشافي. استاذ محمد مساء الخير. اولا مساء الخير يا كابتن تيتو. مساء الفل يا حاج محمد، ازيك يا حبيبي؟ مساء الخير عليكم. الله يخليك. اعداء بيكم، بس بمناسبه صلاح رائع من شويه وكابتن تيتو ده، بس بمناسبه صلاح لان جبت سيرته. طبعا انا مش متعود اعمل دخلات في الدفاع، لكن الكابتن تيتو ده استثناء الاستثناء. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. لا بجد يعني انت رجل يعني طلعنا اتفرجنا عليك لعيب، واتفرجنا عليك في كل المناصب اللي موجوده، فاحنا دائما بنسعد بيك. وطبعا المنصب الجديد اللي انت خدته ده اضافه لينا كجمهور، ان يبقى عندنا في النادي الاهلي اول خطوه بهذا الشكل. ان شاء الله ربنا يقدرنا حبيبي، ان شاء الله بيك وباللي انتوا بتعملوه. وبتمنى على الجمهور اللي بيشوفنا، ارجوهم يعني الجمهور يبقى جمهور، ومدير فني يبقى مدير فني، واللعيب يبقى لعيب، كل واحد يعمل دوره، لان انا دوري لا يقل عن المدير الفني في التشجيع، لكن مش في ان انتقد وانقد وهاجم، لان احنا طول عمرنا دورنا كان طول عمرنا جمهور مشجع ومؤيد ومؤازر في كل الاوقات، مع صعودنا العالي ومع لو في اي اخفاقات احنا الجمهور يظل جمهور. ده كلام مظبوط. بتمنى على كل الجمهور، وطبعا بتمنى قناة الاهلي كل تقدم وازدهار، واتمنى ليكم كلكم طبعا على راس المنظومه الكابتن محمود الخطيب، يعني بتمنى كل التوفيق والنجاح ليكم كلكم، واحنا تحت امر النادي الاهلي في اي حاجه تخطر في بالنا. استاذ محمد العدل، ايه السمات في شخصيه وفي طريقه تصرفات وتعامل الكابتن زيزو مع المجتمع بشكل عام، ومع الاعلام الرياضي، مع كل وسائل الاعلام في العمل العام اللي هو بيتولاه سواء داخل او خارج النادي الاهلي في اي مرحله، السمات اللي بتشوفها في شخصيته اللي بتتمنى انها تبقى تعمم في الوسط الرياضي وعند كل الناس سواء مسؤولين او لاعبين او اعلاميين رياضيين؟ كابتن زيزو ادبا واحتراما واخلاقا وتنظيم في الفكر وفي الراس وهو بيتكلم، الدماغ المرتبه جدا، الحب المطلق للنادي الاهلي، وده شيء لابد ان نعترف به انه النادي الاهلي عنده ينطبق عليه القول بتاع الاهلي فوق الجميع، فهو فعلا بيطبق ده بكل حذافيره. كابتن زيزو من الشخصيات اللي تسعد انك عرفتها. الله يخليك. يعني انا من الناس اللي هو في يعني في تاريخي اقول انا عرفت الكابتن زيزو. الله يخليك. ده شيء سعيد ويسعد. ربنا يخليك لينا يا كابتن زيزو. ربنا يبارك فيك، وانا شرفني يا استاذ محمد والله. وتدينا كل ما يسعدنا كجمهور وكاعضاء في النادي امين يا رب. كاهلاويه. ربنا يبارك فيك. اشكرك جدا استاذ محمد العدل، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في الحوار.
وبستعرض ايضا مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي بعض التعليقات او الاسئله الموجهه من جماهيرنا. عندنا منصور فيجو بيقول المحترم زياده ابن النادي المخلص منور الشاشه كابتن زيزو، الله يبارك الدنيا فيه. كلها وربنا ما يحرمنا منك يا زيزو. انا عايز بس اسالش اي سؤال، هو بس الله يخليك، شاكر جدا جدا. الله يبارك. عندنا نوره بتقول مساء الخير كابتن زيزو، ايه اخبار تجديد نجوم الفريق السعيد وفتحي وليه كل التاخير ده؟ وعايزه الاهلي يبص على بعض اللاعبين، بتقول على احد اللاعبين من امبي ومحمد حسن من دجله ولاشين من الاسيوطي، بتقول لاعبين كويسين جدا. اللاعب كمان اللي اشارت له في البدايه من لاعبي امبي هو، اتاكد بس ان الاسم الموجود وزملائي في الاعداد ياكدوا لنا الاسم، لكن هي بتطرح التساؤل الخاص بتجديد بعض العقود. افشى لاعب امبي، بتقول ان اللاعب كويس، بتكلم كويس. محمد حسن من وادي دجله ولا شين من الاسيوط، لكن هي اساسا بتسال عن السعيد وفتحي وتجديده. محمد حسن ده ابننا برضه، ابن النادي الاهلي. لا هو طبعا الاثنين نجوم الكبار، احمد فتحي والسعيد، مفيش مشكله فيهم، هي الناس بس مستغربه شويه، انما كل حاجه متفق عليها ان شاء الله، ما عندناش مشكله خالص، لان احنا في المقام الاول بنقدر النجوم بتاعتنا، بنقدر حتى حجم الشكل اللي كانوا ممكن جدا يخرجوا بيه او يستنوا بيه، فما فيش مشكله خالص بالنسبه للاثنين، والاثنين الحمد لله روحهم. لان المواقع في الفتره اللي فاتت بيبقى دايما توقيع العقد او تجديد العقد المصاحب لاسم متميز جدا زي النجمين عبد الله السعيد او احمد فتحي، وانهم من لاعبي النادي الاهلي، فالحديث عن النادي الاهلي وعن اسمين كبار من اللاعبين، فدايما في اجتهادات. متى يحسم الاهلي صفقه فتحي والسعيد؟ قرار الاهلي حاسم كل يوم بنلاقي عناوين براقه جدا، ولسه ما فيش حاجه. الاثنين ابدوا الرغبه، وفي نفس الوقت النادي عنده الحلول، فما فيش مشكله في الموضوع. الامور ماشيه في اتجاه كويس في التفاوض بين الطرفين، ما فيش مشكله، بس ما يحافظ دايما على مصلحه الطرفين، بيقول النادي واللاعب نفسه. احمد سلامه بيقول مساء الخير ليك يا استاذ محمد والكابتن زيزو المحترم، يا ريت اعرف من الكابتن عبد العزيز عبد الشافي هل الاهلي سيواصل بهذا الاداء الرائع او يستمر على هذا الاداء الرائع لفترات طويله، ولا الجانبين الفني والبدني ممكن يقلوا نظرا للاجهاد وتلاحم، او ان المباريات الفارق بينها ضيق جدا؟ لا ان شاء الله باذن الله الفريق يستمر، وبالعكس يعني المفروض ان هو الوتيره ترتفع اكتر ان شاء الله، مع نهايه حسم البطوله بتاعت الدوري والاستعداد لبطوله كاس مصر وافريقيا ان شاء الله باذن الله. اخيرا سمير المالك بيقول السلام عليكم كابتن محمد، بمسي على الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، اهلا بيك، بقول له انت رمز الانتماء واستمر على كده، ونفسي تكون مدرب في الفريق الاول تاني زي زمان، بيقول بحبك يا زيزو. ربنا يخليك، وانا بحبك جدا جدا، وربنا يبارك فيك يا محمد. طيب هنرجع لقضية فكرة المدير الفني اللي حضرتك توليتها كمان على فترات رغم توليك مناصب أخرى في النادي، لكن عايزين نكمل كلامنا شوية عن فكرة التسويق والتعاقدات. هل مشكلة بتقابل النادي الأهلي إنه رغبته في ضم أي لاعب بما هو معروف عن النادي الأهلي وإنه بيحسم الصفقات وإنه لما بيفكر في البعد الفني لأي لاعب يبقى مصمم على الصفقة، غير طبعا المعروف عن إمكانيات النادي كمان المادية؟ هل ده بيصعب المهام احيانا والناس بتبالغ او بعض الانديه بتبالغ جدا في القيمه لو اللاعب رايح الاهلي تحديدا؟ في مبالغه، بس ما تقدرش تحرم حد من المبالغه لانه عارف قيمه النادي الاهلي. اللي بيزعلنا احيانا ان المبالغه ما بتبقاش فيها عدل، يعني اللي هو مع الاهلي بس اغلي السعر، لا يغلي مع النادي الاهلي، يغلي ما فيش مشكله، بس كمان لما تيجي تاخد لعيب من النادي الاهلي لازم تديله قيمته، هي دي اللي بتزعل. يعني مثلا لما يجي مثلا احد اللاعبين لعيب دولي وانت بتاخد لعيب تاني، صفقه تبادليه وفي فارق هيدفعه النادي الاهلي، في صفقه عايز ياخد منك اللعيب الدولي مثلا بخمس قروش مثلا 500,000 جنيه مثلا، كويس، وعايز يديك اللعيب بتاعه اللي هو لسه ما لعبش ب 3 مليون او ب 9 مليون او ب 6 مليون، هنا في مبالغه، فدي بتزعلنا حتى نفسيا. ليه؟ التفاوض هنا مش منصف. مش منصف، بالعكس انت يعني ايه، احنا بنقدر حجم النادي الاهلي ونقدر حجم النادي وحجم اللعيب اللي جاي. في نقطه كمان مهمه قوي الناس لازم تعرفها كثقافه، انا بيع اللعيب ده اصلا ليه قيمه سوقيه زي السلعه، هو مش السلعه، الانسان لا يقدر بمال، انا بتكلم عليه كقدرات واستعدادات، هذه الاستعدادات وهذه القدرات ليها ثمن، كويس، الثمن دوت انا لما تروح انت تشتري سلعه، بتشتري سلعه الفاسده
ولا الرديئه ولا الجيده ولا الممتازه؟ بتسعى للممتازه الاول طبعا. وبعدين بتبتدي تنزل طبعا. كويس. فالانديه عندنا في مصر البعض فاهم ان انت ما تبيعش اللعيب وهو كويس. ده انا ببيع اللعيب وهو كويس بس هنا المشكله في ايه؟ عمليه التجهيز للاحلال بتبقى مختفيه او مش موجوده، زي ما حصل كده مع منتخب مصر مثلا في فتره من الفترات، جيل عظيم جدا حقق لنا 3 بطولات متتاليه، وجي بعدها حصل دروب شديد، دروب شديد جدا ما بنوصلش حتى لنهايه افريقيا. ليه؟ عشان ما تمش تجهيز كوادر تانية من اللاعبين وتبدا تدخل او اجيال تانية مع الفريق، تخش تدريجيا احلال، واخد بال حضرتك؟ فالعمليه دي النهارده انت لازم الثقافه دي تتغير، ودي هتجرني لنقطه مهمه قوي. يمكن انا ذكرت النتيجه بتاعتها، ان الدخل القومي لبعض البلاد النهارده بقى من خلال الكوره بالتحديد، زي البرازيل مثلا، اللعيبه اللي بتتباع النهارده في حركه موجوده، الحركه دي ايجابيه جدا. لما تيجي النهارده بعض الانديه مثلا زي المقصه، لما يسيب لعيب نجم زي حسين الشحات ويروح يلعب في العين الاماراتي، هو النهارده عمل حركه بالنسبه للفرقه، جاب مبلغ كويس جدا في وقت قصير جدا، راح هناك ادى شكل معين من الناحيه الفنيه. اللعيبه النهارده اللي راحت زي مثلا حجازي وزي حتى ده في تسويق ودعايه لاسم النادي كمان اللي باع اللاعب او اعاره. وبعدين اصلا انت في مكسب ادبي كبير جدا حصل، كسبت بطوله افريقيا، سوري، وصلت نهائي افريقيا، وصلت نهائي كاس عالم. العمليه ديت خلت قيمه للعيب المصري. محمد صلاح النهارده عمل لك طفره كبيره جدا، عمل مستوى طموح نفسي حتى عند اللعيب المصري واللعيب العربي واللعيب الافريقي بالنجاحات بتاعته. كل اللعيبه بتاعتنا اللي راحت مثلا اخرهم مثلا زي لعيب زي جابرو قبله وعبد الشافي وتريزيجيه ورمضان و كل المحترفين سواء في المنطقه العربيه او في اوروبا، والنني واللعيبه الكبيره بتاعتنا دي كلهم النهارده عملوا ارضيه كويسه قوي للعيب المصري. مع الوقت هتبص تلاقي دي اصبحت استثمارات من خلال هؤلاء اللاعبين، لان عمل دي برضه عملت عمليه استعداد وطموحات الناشئ الصغير انه يبتدي يطلع عايز يبقى زي محمد صلاح وزي النني وزي 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 وزي. يبقى هنا هتبص تلاقي في الاخر خالص الانديه هتنتعش. الأندية لما تنتعش هتبتدي تهتم بالناشئين، مستوى الكرة في الآخر هيرتفع جدا، هيبقى عندك فايض، الفايض ده هينتقل لدرجة تانية، الدرجة التانية دي هتعلى، وهكذا. موضوع طب كبير. طب في النقطة دي كمان صراحة، هل بيؤثر على عملية التفاوض لشراء أي لاعب من يعني ينتقل بموجب الصفقة من نادي آخر لنادي الأهلي؟ ميول القيادات في النادي ده للأهلي بتفاوض معاه، يعني لو هم بيميلوا للنادي الأهلي هل ده بيسهل شوية عملية التفاوض؟ وهل هم لو بيميلوا لنادي منافس بيخلي الصفقة أصعب؟ بحيث إن احنا أحيانا كنا بنسمع إن في لاعب معروض على نادي منافس بسعر ويجي عند الأهلي لأ سعر تاني خالص. بتحصل بتواجهه دي، بتحصل بس بتخش فيها عملية الأهواء. أنا بشجع مين كمان؟ بتحصل بس مفيش حد هياخد لعيب غصب عنه. لآخر مرحلة رغبة اللاعب. فلو رغبة اللاعب مش عايزني أنا مش هجري وراه خلاص. يعني الرغبة ديت هي اللي يعني دايما بتتواصلوا مع اللاعب مبدئيا تعرفوا رغبته في أهم حاجة عندنا الأول، عشان أهم حاجة رغبة اللعيب. رغبة اللعيب هي اللي بتفصل حتى عند الاتحاد الدولي. لو في ناديين اتفقوا على لعيب في الآخر خلاص إيه اللي هيفصل؟ كلهم عايزين يدفعوا هم الاتنين زي بعض، عايزين اللعيب فعلا ومقدرينه كمان تمام، بس رغبة اللعيب في الآخر حتى لو الفلوس أقل هيقول لك اللعيب انا هدفع من جيبي عشان خاطر اروح النادي فلان او النادي بالظبط. فرغبه اللعيب، عشان كده انا عايز اقول للناس مفيش واحد هيروح يلعب في نادي غصب عنه. لكن بتحصل فكره المغالاه على الاهلي لان المسؤولين في نادي معين مش اهلاويه. بتحصل كده وكده. الميول برضو بتساعد، ولكن برضو في نقطه برضو هنا حضرتك، او صفه خطيره جدا. في نادي جاذب ونادي طارد، في نادي بيربي عشان يبيع، وفي نادي بيجلب علشان خاطر يكسب بطولات ويزود طموحات. فالنادي الاهلي نادي جاذب، نادي الزمالك نادي جاذب، نادي الاسماعيلي نادي جاذب، الانديه الشعبيه، الاتحاد، بس كله بالمستوى بتاعه بقى. هنا في مستويات في الحته دي كويس. المستويات بترجع، اللي بيحددها مش انا، بيحددها التاريخ، بيحددها النظام، حجم البطولات، حجم البطولات النجاح والظهور اعلاميا وجماهيريا بالظبط، اللي هي بتمثل طموحات اللعيب اللي هو عايز يروح هنا. اكيد فده في صالح الاهلي، لان اللاعب هنا بيبص على النادي، انا عايز اروح النادي ده، مش بس البعد الاستثماري واني فرصتي في الانضمام للمنتخب بقت اكبر، كمان هدخل في مرحله تحقيق بطولات مع بالظبط، فاسمه كلاعب هيزيد. وبعدين برضو الاستثمار لما تيجي تبص له يا استاذ محمد، هتلاقي ان في انديه السنه دي او السنه اللي فاتت بدات تنجح اكتر فنيا عشان مفهوم الاستثمار بدا فيها. وهنا يجرك بقى لحاجه خطيره جدا اللي هي الاداره.
إدارة. تيجي تمسك مثلا تيم زي الإسماعيل السنين اللي فاتت شيء، ونص السنة اللي فاتت شيء، لما جه المهندس إبراهيم عثمان مسك النادي وبدأ يفكر بشكل استثماري وبإدارة مختلفة. عمل إيه؟ قال للناس في الإسماعيلية إن أنا السنة دي محدش يسألني على أي نتائج السنة اللي فاتت، السنة الجاية هنبتدي نفكر إزاي ننافس. كان بيتكلم عن الموسم ده، على الموسم ده بدأ فيه إزاي أبقى الرابع كويس. إزاي أبقى الرابع، إزاي أبقى في المربع الذهبي كويس. النتائج اللي هو عملها أكبر من التصور اللي هو عمله، تصدر الدوري لفترة وحاليا هو الثاني وعمل لأ وماتشات كويسة وكسب عدد كبير جدا. أنا أقصد بكده إيه، إحنا عندنا دايما مشكلة في عملية تقدير التقييم. انا هنا انا ممكن اجي اخطط لمده 5 سنين اقول الفرقه دي هيحصل عندها ثبات في الاداره بتاعتها لمده 5 سنين الجايين دول، حاسبوني بعد 4 سنين، بعد 4 سنين انا هكون بنافس على الدوري. انما ما ينفعش انك انت تيجي، طبعا لو حصل اللي حصل للاسماعيلي السنه اللي فاتت ده دي حاجه كويسه جدا لان النتيجه احسن من التصور، وبالتالي دي تحسب برضو ليهم لان برضو ممكن تكون اسباب سلبيه عند الاخرين فرق تانية هبطت، لكن يحسب لهم انهم اشتغلوا وحسنوا ادائهم. انا بتكلم على الاسلوب، بتكلم على الاسلوب. فانت النهارده دي نقطه خطيره جدا. نادي زي الاسيوطي انا بعتبره السنه دي نموذج الاسيوطي، سواء من الاداء الفني مع علي ماهر والاداء والماتشات اللي عملوها والنتائج اللي هم حققوها، لان من الحاجات الصعبه جدا 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 ان فريق يبقى طالع ويبقى بالشكل ده. هي بس استفادوا من التجربه اللي قبلها. نادي زي النادي المصري مع الكابتن حسام حسن وابراهيم دي برضو تعتبر من اشهر التجارب في الدوري المصري من 20 سنه. الفريق اللي بيطلع من الدرجه الثانيه يقعد موسم في اخر الجدول وينزل تاني، ينزل تاني. فالفرقه اللي بتطلع وتتقدم في التصنيف في الجدول وتعمل مباريات كويسه طبعا بيبقى لها كل التقدير. فانت عندك الناحيه الاداريه مع الجانب الفني بقى اللي هو المدير الفني ده اهم اعماله واهم انجازاته ان هو يستثمر قدرات اللاعبين بحيث ان هو يحقق افضل انتاج ليهم من خلال ادائهم. بس كل واحد برضه حسب يسخر الامكانيات بتاعته او يستفيد بيها بافضل شكل. بالظبط. طيب مشاهدينا هنتوقف مع فاصل قصير، هنتابع مع حضراتكم تقرير اخر ثم نعود لاستكمال الحوار مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. عبد العزيز عبد الشافي يحطها حلوه، عبد الباقي ثاني والرفعة في النص وحلوة وكويسة. عبد العزيز عبد الشافي وبيلعبها والجول الثالث، الجول الثالث زيزو جول عبد العزيز بيحط جول جول زيزو الجول الثاني. كابتن زيزو طبعا لو قعدت اتكلمت عليه، هو انا حضرت كابتن زيزو كلاعب، لعيب كبير جدا، كان نجم كبير جدا ان شاء الله طبعا، يعني اعتقد برضو بطل في سن مبكر لان الاصابات كانت كتير، من اللعيبه من احسن اللعيبه اللي شفتها طبعا في النادي الاهلي ومنتخب مصر، ولعبت ماتش تكريمه يعني. على المستوى طبعا الاداري كابتن زيزو كان مساعد مدير الكوره في الثمانينات، كان ناجح جدا طبعا اداريا، على المستوى الاداري ناجح جدا، مخطط رائع طبعا، منظم جدا جدا، ما شاء الله موهوب برضه في ادارته، والحمد لله انه حقق نجاحات كثيره جدا في النادي الاهلي. انا اعتقد ان منصب المدير الرياضي للكابتن زيزو منصب كبير، وهو يعني ماشي مع فكر وموهبه وخبرات الكابتن زيزو. منصب مهم جدا جدا، والبدايه مبشره في التنظيم وفي التدوير وفي التغيير وفي الاعارات وفي الجانب الاحترافي، وده اعتقد انه هيساعد
على ازدهار وتقدم الاداء في النادي الاهلي والنتائج باذن الله تعالى. فمنصب كبير جدا اعتقد ان كابتن زيزو يستاهله وجدير بيه ان شاء الله وهينجح فيه بنسبه 100% ان شاء الله تعالى. زيزو كابتن زيزو طبعا اخ اكبر بالنسبه لنا وعنده من الخبرات اللي يقدر يعني يبقى متواجد في المكان دوت. المكان دوت يمكن مش تحصل متحدث في مصر لكن هو عالميا موجود في انديه كل الانديه العالميه فيه المدير اللي هو الرياضي اللي ليه دخل كبير جدا في 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 في, في, في عليه جزء كبير فني موجود مع كل الفرق مع الفريق الاول مع فرق الناشئين اداره منظومه كبيره واداره فنيه كمان اللي انا ازاي يعني ببقى ليها شغل فني كتير برضه مش اداري مش شغل اداري. احنا عامه متعودين المدير دوت يبقى شغله كله اداري ولكن المنصب ده بالذات مش هتتدخل في عمل المدير الفني ولكن الخطوط العريضه الخطة للنادي بتبقى موجودة عنده هو بمناقشة المدير الفني أو المدير الفنيين الموجودين شراء اللاعبين. لا ليها شغل كتير جدا يعني أول مرة يعني تتعمل في مصر ويا رب تبقى بالشكل اللي احنا عارفينه برا بالشغل ازاي في كمدير المدير الرياضي يعني. كابتن عبد العزيز عبد الشافي تعليق حضرتك على اللي اتكلم عنه او على راي كل من كابتن ربيع ياسين وكابتن حماده صدق. والله طبعا الاثنين اعظم المدافعين اللي جم في تاريخ مصر كابتن ربيع. وكابتن ربيع ده على فكره من الناس اللي هي كان في سمات غريبه جدا انه كان بيلعب ناحيه الشمال برجله اليمين فكان عنده عدله غريبه جدا ان هو بيقدر يعملها يخش جوه اللي هي دلوقتي بقت احد اهم السمات بالنسبه للاجنحه اللي بتلعب انه يبقى اشول يلعب ناحيه اليمين او ايمن يلعب ناحيه الشمال عشان يقدر يدخل ويسدد على المرمى ويحرز اهدافه. وبعدين طول عمره صاحب اخلاق كريمه جدا وهو يمكن انا بعتبره من الناس اللي حظها وحش شويه في عالم التدريب او في الرياضه انما في نفس الوقت يعني هو بيمتلك قدرات انا شايف ان هي لم تستثمر خلال السنين اللي فاتت دي فنيا فاتمنى له ان شاء الله يا رب ان هو يوفق في المراحل الجايه ديت لان هو عنده امكانيات كويسه قوي. وطبعا الكلام اللي قاله انا بشكره عليه جدا وربنا يقدرنا ان شاء الله ونبقى يعني خير مما تظنون. كابتن حماده صدق هنتكلم عن حاجات كتير حضرتك ركزت عليها خلال اللقاء ده الفصل بين الاختصاصات والمهام في النادي. حماده طبعا اتكلم في نقطه مهمه قوي اللي هي عمليه الفصل زي ما حضرتك بتقول كده وعمليه ازاي التنسيق مع الجهات الاخرى زي الناشئين بالتحديد عمليه اللعيبه نفسها ازاي عمليه الاحلال والتجديد دي تبقى جاهزه للجهاز الفني يعني مش جاهزه بشكل فرد انما هو السمات بتاعه النادي نفسها بتفرض على اي فني يكون موجود في اي موقع باختلاف المواقع انه يختار شكل معين وشخصيه معينه فلما بتتوفر الصفات ديت في الفني ما بيبقاش فيه اختلاف في عمليه انتقاء اللاعبين بالعكس بيبقى متفق عليه ويمكن الحمد لله دي حصلت الفتره اللي فاتت دي في وقت قصير جدا بس حصل بشكل جيد جدا وربنا وفق فيها. هرجع لحضرتك اشرت له طبعا واشار له كمان الاستاذ محمد العدل خلال اتصالنا بيه هاتفيا النجم المصري محمد صلاح لماذا ترى او هل تتفق في البدايه ام لا مع انه افضل تجربه لافضل للاعب كره او لمحترف مصري في القاره الاوروبيه او خارج مصر على الاطلاق؟ هل ده صحيح ولا لا؟ وايه العوامل اللي خلتها؟ لا هو كلام الاستاذ محمد اولا صح وانا عايز اقول له بس ان هو يعني هو اسمه محمد العدل وهو عمل عدل في العيله ان هو بقى اهلاوي يعني العيله كلها زملكاويه ما شاء الله بس هو بالنسبه لنا الحقيقه هو وكل الناس الموجودين يعني اخواته حبايبي كلهم. فطبعا انا بحييه نسيت احييه يعني بعد ما اتكلم الكلمه بتاعته واشكره جدا واتمنى ان انا اكون اهل برضه للكلام اللي قاله. الكلام اللي قاله بالنسبه لمحمد صلاح سليم 100%. محمد صلاح شخصيه لو جيت ذكرتها اول حاجه
كرد فعل للإنسان اللي أنت بتتكلم عنه قدامه يدعي له. ده معناه إيه؟ ده المردود اللي بيتقال مباشرة لو اتكلمت مع أي حد وذكرت اسم محمد صلاح. دي تعني إيه؟ تعني إن الحب جاي من فوق من عند ربنا سبحانه وتعالى وبيتفرش على الدنيا كلها حتى على الأجنبي. ده مش ممكن يحدث إلا إذا كان هناك صبغة إنسانية متمثلة في أخلاقيات خاصة جدا بتتسم بالبساطة مع الارتقاء العالي قوي في الناحية الفنية بتاعته، بالتواضع في بالرغم الإنجازات العظيمة جدا. المعادلة دي بتعمل محبة في القلوب. أنا آسف لمقاطعة حضرتك بس منتظر معانا بقاله فترة على التليفون كابتن مختار مختار نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا وواحد طبعا من النجوم اللي زاملوا النجم الكبير كابتن عبد العزيز عبد الشافي. كابتن مختار مساء الخير. مساء الخير، أنا مستمتع يا عم الكابتن زيزو. مساء الخير علي كابتن مختار، ازي حضرتك؟ عليك وكيف. عليكم السلام ورحمة الله، احنا سعداء بمشاركة حضرتك معانا وحابين نسمع رأيك عن الكابتن عبد العزيز عبد الشافي على المستوى الكروي والفني وعلى المستوى الإنساني. والله ما شاء الله الكابتن زيزو يعني يستاهل كلام كتير جدا وممكن يبقى فيه قصايد يعني. ربنا يبارك فيك علي، ربنا يخليك. يعني لو بنتكلم على المستوى الاخلاقيات طبعا الكابتن عبد العزيز اخلاقيات جامة في اشياء كتيرة جدا جدا في التعامل. طب بعد ما عندك يا مختار والله ربنا يخليك. لا والله يا كابتن ده حقيقة يعني الصراحة يعني الواحد مهما يقول ما يقدرش يوفي يعني الكلام في الكابتن عبد العزيز يعني. الحته الثانيه بقى الفنيه بقى اللي يمكن ناس كتيره ما شافتهاش حاجه هايله جدا يعني كوره ممتعه مع سهل ممتنع بشكل هايل يعني. للاسف ناس كتيره اتحرمت في اللي عايشين دلوقتي يعني ما شافوش الكابتن عبد العزيز بالشكل اللي هو كان حظهم وحش في ان هم ما شافوش. ربنا يخليك. من افضل المواهب اللي جت في مصر يا كابتن مختار. نعم، من افضل المواهب اللي جت في مصر. طبعا كلام طبعا يعني هو يعني ما شاء الله مصر يعني ربنا حباها بمواهب كثيره جدا بس في ناس صعب ان يبقى فيها حد زيهم يعني في فلان تلاقي مثلا فلان كتير قوي زيه انما الكابتن زيزو من الناس اللي طبعا صعب جدا ان الملاعب يعني تاتي بمثله يعني تاتي بمثله. نعم. بشكرك جدا كابتن مختار، احنا شايفين طبعا لقطات على الشاشه واحنا بنسمع حضرتك للثنائيات وطبعا المواقف اللي مريتوا بيها في الملعب كزملاء في النادي الاهلي وشايفين اللقطات. فاكر اللقطات دي يا كابتن مختار؟ انا فاكر الكوره انا يعني اتذكرت فيها هي اللي اتعملت في الكعب في ماتش المصري مصري مظبوط. هي الكوره من كابتن زيزو لكابتن مختار اللقطه. كسبنا الدوري يومها كمان. كابتن زيزو بيقول كسبتوا الدوري في اليوم ده. ايوه نعم. بشكرك جدا يا كابتن مختار على مشاركتك معانا. شكرا علي. شكرا حبيبي. كابتن زيزو طبعا الثنائيات هنرجع نكمل كلام عشان قطعنا حضرتك، نكمل كلام عن نجمنا محمد صلاح والحاله الفريده اللي محققها وربنا يوفقه ان شاء الله ويكمل على نفس المستوى. لا وطبعا زي ما بدانا كلامنا عن محمد صلاح نموذج للشاب الافريقي العربي المصري. وأصبح نموذج للشاب الأوروبي من خلال السلوكيات والأخلاقيات بتاعته، من خلال البساطة والتواضع اللي هو بيتمتع بيهم مع في المقابل إنجازات كبيرة جدا، من خلال التميز اللي في الأداء بتاعه تشعر ان هو سلس سهل وسهل جدا وتهيألك ان اي حد ممكن يعمل اللي هو بيعمله. عنده طبعا حاجتين مهمين جدا لو الكرة دي اتعادت حتى تاني هتبان فيها، السرعه والمهاره اللي هم اهم حاجتين في لعيب الكوره. لعيب الكوره المميز السرعه والمهاره، هو عنده دي. هو ربنا حبيب وربنا يا رب يبارك له ويزيده بحب الناس. ده في حد ذاته لا يمكن يحدث الا اذا كان بينه وبين ربنا عمار كبير جدا. فالمردود من الله سبحانه وتعالى لنوعيته ما فيش شك ان هو يعني يستحقه وربنا يحفظه. هو بالفعل وصل لمستوى طبعا عالي جدا من أندية كرة القدم في العالم ومؤثر فيها كمان، أصبح من نجومها مش طبعا. بس انضم إليها انضمام شكلي أو صوري، ده هو مؤثر ومن أكثر اللاعبين تأثيرا سواء مع ليفربول أو روما في الفترة اللي فاتت وما سبق. هل حضرتك تتوقع له يصل للمستوى؟ طبعا هو ما فيه
طبعا اكتر من رائع وانجاز غير مسبوق، المستوى اللي بيظهر بيه ومعدل التهديف واعتماد الفريق عليه وحجم النجوميه والاهتمام الاعلامي والشعبي بيه في اي بلد احترف في صفوف نادي من نوادي الكره فيها. لكن الناس بتسال صراحه او الناس دايما بتتساءل، هل تتوقع ان يكون محمد صلاح يوما ما لو استمر مؤشر نجاحه بهذا الشكل او زاد ان شاء الله ضمن صفوف برشلونه او ريال مدريد ولا لا؟ دي انا اتوقعها ان شاء الله باذن الله تعالى واتمناها بصراحه، مع ان طبعا ليفربول خلاص، ما هو ليفربول ازاي خلاص دخلنا المستوى ده، خلاص دخل في المستوى ده. الحاجه الكويسه قوي اللي في مشوار محمد صلاح طلع في توقيت مناسب، ودي تحسب النادي المقاولين العرب. ويمكن هقول لك على حاجه، انا يعني في وقت من الاوقات كان اللعيب في مصر اكتر لعيب كان يساوي 2 مليون جنيه. انا كنت بتمنى محمد صلاح يجي النادي الاهلي ب 10 مليون جنيه. تمنيتها كاحد ابناء النادي الاهلي. اللعيب فحتى كنت قاعد مع ناس بيقولوا لي 10 مليون جنيه؟ قلت لهم اه، هو اكتر لعيب يساوي 2 مليون جنيه في مصر، بس ده 10 مليون جنيه لان انا متوقع انه كنت متوقع وقتها يبقى في صفقه كبيره بعد توقعت ان في غضون سنتين ثلاثه هيساوي 10 مليون دولار. وكان ساعتها الدولار ب 7 جنيه او ب 6 جنيه. وقد كان وتجاوز الرقم. كان وتجاوز الحمد لله رب العالمين. فانا بقول ايه ليه كده؟ لان هو خرج في وقت مناسب، التدرج بتاعه في عمليه الحمل اللي بيعاني منه معظم اللعيبه المصريه كان طبيعي، يروح بازل الاول وبعدين يطلع من بازل على فيورنتينا في روما. التدرج ده خفف عنه العبء الكبير ده، خده على مراحل وعلي فنيا وبدنيا وبدا يعلى، يعني كل تجربه كان بيزيد معاه بالظبط. وبعدين طموحه ما توقفش، التحديات بتاعته ما توقفتش، بل بالعكس كان باستمرار عايز يثبت وجوده، باستمرار عايز وجوده، باستمرار عايز خلاص دخل في ينافس على لقب نجم النجوم، على هداف الدوري الانجليزي، عمل انجاز ما لم يحدث من قبل لما جيب اصعبهم على النهارده 23 جول على ما اعتقد، جايبهم رقم كبير جدا في دوري صعب جدا زي الانجليزي. دي حاجه مبهرة. صعب وسريع وعنيف والالتحامات فيه. وبعدين في حاجه غريبه جدا موجوده بتؤكد بقى دلوقتي طبيعه الخطوره بالنسبه لكره القدم من الناحيه الفنيه. مش لازم يكون راس حربه جامد قوي وقوي جدا، يعني محمد صلاح فعلا متمركز، يعني غير القاعده دي تمام. هو بدنيا تكوينه العضلي مش قوي ومش لاعب طويل او مهاجم، امكاناته البدنيه ممكن ما تكونش فيها المميزات اللي حضرتك بتتكلم عنها دي بتاعت راس الحرب، عنده السرعه بتاعت راس الحرب، عنده السرعه وعنده المهاره وعنده الوعي، الوعي الكافي وتفوق على لاعبين عندهم طبعا ما فيش شك. وهو كمان كنموذج بقى من ضمن الحاجه اللي تتاخد عليه او قصدي تتاخد منه، يعني ان ادى فرصه للاختيارات للصغير اللي جسمه صغير، لان اللعيب اصلا كرة القدم بتتلعب بالقدمين كتنفيذ، انما الفكر جاي من هنا، الفكر جاي من هنا، جاي من الموهبة. وكرة القدم فن قبل ما تبقى علم. النهارده العلوم بقت بتخدم الفن. هو بيأكد المعاني، هو بيأكد كل هذه المعاني بصراحة. طيب كابتن زيزو أخيرا قبل ما ننتقل لموضوع آخر، أو أنا عايز أتكلم عن المختار بس بعيد عن محمد صلاح. لا في سؤال مهم، رأيك شخصيا تشوف إنه الأنسب يكون في برشلونه ولا ريال مدريد؟ وهل عشان حضرتك بتميل لنادي من الناديين دول، ولا عشان شايف طريقه اداءه تنجح اكتر مع فريق من الاثنين؟ لا هو شايف يكون فين أحسن؟ هو هينجح مع الاثنين، ينجح مع الاثنين، بس ينجح اكتر مع ريال مدريد، لان ريال مدريد بيعتمد على السرعات. وفي نفس الوقت برضو ممكن ينجح مع برشلونه الجانب المهاري في ادائهم كمان عالي، لان الجانب المهاري مهم جدا، يعني زي ما كان نيمار موجود وميسي موجود الناحيه الثانيه برضو الاثنين كانوا عامل مزيج من السرعه والمهاره. مش عايز كلام، فهو نجاحه، اصل نجاحه مش مقترن بالفرقه بقدر ما مقترن بقدراته. فهو القدرات بتاعت ريال دي عاليه جدا، وقدرات برشلونه عاليه، فهتتوافق مع القدرات الخاصة. دايما حضرتك بتقول الامور بترتبط بالمكان المتاح له والفرصة الافضل له فين في النادي. طبعا. طب حضرتك تتمنى يروح ريال مدريد او برشلونة؟ لا انا برشلونة عشان منها بتشجع مين؟ عشان برشلونة. طيب هنتكلم شوية عن عندنا لسه عدد من التقارير، هنتابع تقرير اخر مع حضراتكم، لان عندنا يعني مجموعة كبيرة جدا من التقارير متبقية في الجزء الباقي من الحوار مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، ولسه في ملفات وتساؤلات كثيرة جدا موجهة الى الكابتن زيزو في هذا اللقاء. نشوف مع بعض التقرير التالي. We'll be right back.
كابتن زيزو ده أسطورة وتاريخ، ويعني نحتاج ساعات طبعا عشان نتكلم عليه، بس أنا طبعا عشان أدي فرصة لغير أنه أبسط يعني سريعا كده، أنه طبعا كابتن زيزو احنا تعرفنا على بعض يمكن كان سنة 74، وكنت بالمصادفة كان عندي عربية رمسيس، عربية كانت مصر تصنعها في مصر صناعة محلية يعني وكده، فرحان بيها يعني وقتها طبعا، وماشي لقيت كابتن زيزو كابتن مصطفى عبده كابتن مصطفى يونس، وكنت طبعا انا كنت سعيد جدا ان انا اركبه معايا، ما كنتش اعرفهم اصلا يعني ان اركبه معايا، اتصاحبت ووصلتهم معايا لغايه مدرسه الموهوبين، وكان جنب الاستاد كان عندهم تمرين عند الاستاد، ووصلتهم وجيت، وكان دي اول تعرف بيني وبينه. طبعا صعب ان الواحد يتكلم على مميزات الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، كابتن زيزو مميزاته يعني راجل هادي وراجل مؤدب وراجل محترم، يعني المميزات كتير قوي غير الكوره طبعا، يعني قصدي وهادي ودايما عاقل وبيحب يسمع ويسمع كويس وما يناقشك يتناقش مناقشه سليمه وهادي دايما، وكان لفت بقى الايام بقيت احضر كل التدريبات بتاع النادي الاهلي مع طبعا مدربين كتير جدا في الفتره من 74 لغايه ما كابتن بطل. بعد كده حضرت معاه طبعا بطولات كلها وماتشات كلها وكله، ما كنتش يعني كنا مع بعض على طول. بعد كده كان اشتغلنا رسمي مع بعض، كان اول مره كان في 82، عام 82 ده كنا بنشارك في البطوله الافريقيه، وكان هو كابتن زيزو وقتها كان هو مدير الكوره، وكنا كسبنا اول بطوله افريقيه كانت في 12/12/82، دي كانت مع كوتوكو الغاني، كان اول بطوله، وكنا مصر كلها كانت طبعا مش عايز اقول لك كذا مليون واحد جم في طريق مطار قفل تقريبا، يعني رجعنا من المطار لغايه النادي الاهلي في ساعات طويله، يعني خدنا فتره كبيره جدا. الراي العام كان كله ملتف ان دي كانت اول بطوله افريقيه للنادي الاهلي، وكنا في غانا وقتها، وكان في كل الدعم من الجمهور ومن الدوله ومن وزاره الشباب، ووقتها كمان خدنا طياره خاصه طياره عسكريه حربيه C-130، يعني كان موضوع كبير جدا، ويمكن انا كنت سبقت الفرقه قبل ما تسافر عشان نعمل اجراءات اللي هو اللي ابتدت الانديه تستعمله في الفترات السنين دي. احنا كنا في النادي الاهلي هنا عملنا الكلام ده بالظبط في 82 قبل 12/12/82 باربع ايام كده، انا كنت سافرت ورتبت كل الترتيبات، لان زي ما انت عارف افريقيا دايما كانوا بيتعمدوا يعملوا لنا مشاكل في التدريب، مشاكل في الفندق، مشاكل في الاقامه، مشاكل في الانتقالات، فكل الحاجات دي انا سافرت قبل الفرقه وعملنا الترتيبات هناك كلها، الاقامه والانتقالات والتدريب وكل حاجه. ويمكن انا متذكر ان احنا مثلا انا سلمت المفاتيح بتاعت اللعيبه بتوع الجهاز كلها تحت الطياره، يعني اول ما وصلوا انا وصلت معاهم المطار، وكل حاجه كانت مترتبه جدا. عشنا طبعا حياه حلوه لانها دي كانت اول بطوله افريقيه، فكان بالنسبه لي يعني حدث كبير جدا بيني وبين كابتن زيزو. لفت الايام ورجعنا تاني، كابتن زيزو جاي يدرب النادي الاهلي، وانا كنت سبت المنتخب في الفتره دي بعد حوالي 30 سنه تقريبا، ده الكلام ده من 3 سنين بالظبط. وجاء كابتن زيزو كنا في الامارات، دولة الامارات، وعملنا برضه مباراه وكسب البطوله السوبر، وكنت انا مشرف وقتها على المباراه. وبعد كده جاء كابتن زيزو بقى تاني اشتغل كمدير قطاع كره القدم كلها، فاستدعاني اشتغلت ويا كابتن زيزو فتره كويسه جدا كمدير قطاع. وبعد كده دلوقتي بقى الحمد لله المدير الرياضي اللي هو المركز الجديد، فانا بشتغل ويا دلوقتي حاليا في القطاع ويا كابتن، وبتمنى له كل توفيق. المهم ان الكابتن زيزو هو شخصيه اولا محبوبه جدا ومحترم جدا، وبيعرف يتفاهم مع الناس، بيعرف يتكلم مع الناس، عنده صبر كبير جدا. طبعا انا يعني مش نسيت، بس احب انهي عشان اسيب الكابتن زيزو نفسه يتكلم، فتره برضو مهمه جدا كانت بيني وبين الكابتن زيزو مع الكابتن جوهر الله يرحمه في منتخب مصر، اشتغلت معاه، فزي ما تقول اشتغلت مع كابتن زيزو في النادي الاهلي، وهو لاعب اشتغلت معاه وهو مدير كوره في النادي الاهلي،
اشتغلت معه وهو مدرب في منتخب مصر، اشتغلت معه وهو مدرب في النادي الاهلي، اشتغلت معه وهو مدير قطاع الكوره، اشتغلت معه وهو مدير رياضي. فانا طبعا بتمنى له كل خير، ان يعني ما شاء الله ما يبقى نجم كوره شغل كل المراكز دي اللي حضرتك قلت لك عليها. فده طبعا بتمنى له كل التوفيق والنجاح، واعتقد ان دوره دلوقتي الحالي دور مؤثر جدا ومهم جدا، لان النادي الاهلي بيعمل منظومه جديده خالص. وانت عارف دايما احنا منظمين، بس احنا فعلا دلوقتي في وقت كويس جدا، ابتدينا النادي الاهلي كله في تخطيط كامل وفي اختلاف كامل، ان سياسه جديده جدا لكره القدم على اساس موضوع كره القدم ده بقى موضوع مهم جدا. كابتن زيزو، التعليق على طبعا محتوى اللقاء مع الكابتن سمير عدلي، وايضا اتصال الكابتن مختار. مختار من الناس طبعا صديق وزميل واخي، زي مصطفى عبده كده، وزي الخطيب، وزي كل الجيل بتاعي اللي انا بعتز جدا وبتشرف ان انا كنت موجود في وسطهم. مختار كان لعيب محوري جدا بالنسبه لنا. هتجد كنت حضرتك بتتكلم عن الثنائيات، هو كان بيخلق ثنائيات، يعني كان يبقى معايا، كان يبقى مع الخطيب، كان يبقى مع مصطفى عبده، كان يبقى مع طاهر الشيخ. هو صنع اهداف كثيره جدا جدا جدا، واهداف كانت مؤثره جدا جدا جدا. وكان هو وشطه من اكثر اللعيبه اللي بتساعدنا على التهديف في الاداء بتاعهم، وكان دورهم مش باين كتير، يعني كانوا بيبقوا مظلومين اعلاميا. مختار نجح جدا كمدير فني وكمدرب، من ولاد النادي الاهلي المخلصين قوي قوي. اخلاقياته طبعا حدث ولا حرج، معروفة للجميع. يمكن السنة دي برضو من ضمن الإنجازات بتاعته أنه هو يعني فرقة الإنتاج ليها شكل مختلف، وبرضو مركز متقدم. بتمنى له الصحة والعافية والتوفيق الدائم إن شاء الله. وكابتن سمير عدلي كمان قال كلام جميل جدا عن تجربته في التعامل مع حضرتك خلال سنوات في أكتر من مرحلة. برضو سمير عشرة عمر، واشتغل معايا كتير جدا، وأنا اشتغلت معاه كتير جدا في الحاجات اللي هو ذكرها. سمير من الناس اللي هي دينامو، يعني دي صفة تتناسب معاه. علاقات عامة تلاقيه بيخدم في كل الاتجاهات، علاقاته قوية جدا. كان جديد علينا وقت ما كان الكابتن الجوهري رحمه الله مدير فني المنتخب مصر، شغل مدير المنتخب بالشكل اللي نفذه الكابتن سمير عدلي، كان كل الناس متفاجئة بطبيعة المنصب ده. يمكن كان هو أول حد يعرف المجتمع المصري فعلا دور مدير المنتخب بالشكل كان بيقوم بيه. عنده أجندة لو تبص فيها هتلاقي علاقته بجميع الاتحادات العالمية، بشخصيات عالمية كبيرة جدا، تطلب منه أي حاجة في أي وقت بينفذها بسرعة رهيبة وبشكل منظم جدا جدا. سمير اعتقد ان هو مكسب كبير جدا، يعني هنا يحسب للنادي الاهلي اختيار هذا الكادر بخبراته الكبيره كابتن سمير عدلي مديرا للعلاقات الخارجيه. مش عايز اكلام. طيب كابتن زيزو، احنا فعلا وقتنا المتبقي ضيق جدا ومعانا اسئله كتيره وموضوعات كتيره. خلينا اعتقد احنا معانا تليفون، بتاكد من زملائي بس. طيب هنكمل كلامنا، معانا اسئله كتير جدا يا كابتن زيزو. ايه الثنائيات حضرتك اتكلمت عنها؟ لازم نقف قليلا عند ثنائي مع حفظ الألقاب للجميع، الخطيب زيزو او زيزو الخطيب، كما كان الجمهور شايفه ثنائي نادر التكرار، ما تكررش في الملعب المصري. ليه تحديدا كان في الشكل ده؟ احنا الاثنين كان عندنا يعني ولله الحمد قدر كبير جدا من محبه جماهير النادي الاهلي، وكان في الوقت ده بيبقى في موهبتين كده جنب بعض، الناس بتخاف ان هم ينفروا من بعض او ما يبقاش في تعاون. العكس هو اللي كان صحيح، لان احنا كنا بنحب بعض ولا زلنا ولله الحمد. علاقتنا ببعض ما خدتش يعني منحنيات خطر في حياتنا. كنا احنا الاثنين متفقين على حب النادي الاهلي. علاقتنا بدات من الثانويه الرياضيه واستمرت حتى الاسم نفسه. يمكن انا الاستاذ احمد فراج الله يرحمه والاذاعه الكبير كان عضو مجلس الاداره سماني زيزو، لما الخطيب جه انا اللي سميته بيبو، او يعني من ضمن الحاجات اللي يعني كنت اكتب دايما كده وانا بذاكر زيزو وبيبو. فبقت خلاص بقت زي اسطمبه احنا الاثنين، الجمهور حباها جدا. الخطيب انا كنت بعتبره في بدايته، عشان انا اللي بدات قبليه واكبر منه بسنتين، زي اخويا الصغير او اخويا.
فالحاجات دي ما كنت بعملها، كنت بعملها بحب لاخ من اخواتي. سبت له نمره 10 سبتها له لان هو مميز جدا في مولده شهر 10 ترتيبه العاشر في اخواته، كان بيعشق هذا الرقم، زائد احساسي بيه كهداف وكنجم وكموهبه كان موجود، فحسيت ان الرقم ده انسب عليه هو، واثبتت الايام صح وجهه نظرك. وانا كنت بفضل او كنت بحب كرويف، وكان الكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه كان بيشبهني باسلوب كرويف في علاقتي بالكوره شويه، فانا حبيت كرويف بعد ما تابعته من كلام الكابتن عبده الله يرحمه ويحسن اليه، فلبست 14. فيعني مع الوقت الظروف كانت مواتيه جدا للتغيير ده بالارقام بالظبط. علاوه على ان انا بطبيعتي كنت بحب حاجتين وانا بلعب، بحب التهديف وبحب صنع اللعب اكتر، فبدات احس ان الخطيب افضل كثيرا جدا مني في حته التهديف، عنده ملكه التهديف، مديلك متعه عالي. انك صانع لعب، مديني متعه صانع لعب راس الحربة الرهيب اللي قادر فدي عملت يعني هرموني معين اكثر من تفاهم معك في ملعب الكوره. لا لا مفيش، لا انا خطيب كنت يعني في لحظات حافظين بعض بتلعبوا. هقول لحضرتك على حاجه، في جول بتاعي بتاع الزمالك اللي هو الثاني، احنا كنا مغلوبين 1-0 الشوط الاولاني، فالشوط الثاني واحنا نازلين فاتفقنا، قلت له بيبو ان شاء الله هنكسب الماتش يعني احنا شكلنا كويس وربنا يوفقنا يعني، فقلت له بس في لحظه معينه، لان انا كان ساعتها متحدد لي العب ساعه من مستر كوتي الا لو حصل ظرف معين زي ما حصل كده، فاحنا نازلين قلت له انا في لحظه معينه كده لو حصل ان انا يعني عايز اخش مكانك وانت تطلع لبره مكاني، بس مش هكلمك هبص لك بس. فده كان اتفاق بينا فعلا يعني، مجرد بس ما بصيت عارف انا عايز ايه، خرج لبره انا دخلت لجوه، توفيق ربنا ان اول كوره اتلعبت اللي هي بتاعت احمد عبد الباقي من انور السلامه هي اللي جت جول، فحتى ساعتها هيديكوتي كمدرب عمل لي كده قال لي خلاص خليك، انا كنت هتغير ساعتها قال لي خلاص خليك. عايز اقول لك التفاهم دايما لما تبقى القلوب كويسه بيبقى سهل قوي التفاهم، واحنا كلنا بصراحه يعني كلنا كنا بنحب بعض جدا. عظيم. اسئله ثانيه، مجموعه اسئله كتير من المشاهدين على هاشتاج اسال زيزو. كابتن عبد العزيز، انت رمز من رموز الاهلي الكبار، بس انا عايز اسال سؤال، ايه رايك في ناصر محمد ومحمد حسن الهاف ديفندر اللي بيلعب في وادي دجله؟ دول من ابناء النادي الاهلي، رايك فيهم؟ هل متابعهم ولا لا؟ وهل منهم من يستحق الرجوع للاهلي ولا لا؟ والله الاثنين لعيبه كويسين، يمكن انا محمد حسن برضو يمكن اكتر شويه اعرفه. وناصر ماهر؟ لا ناصر ماهر من اللعيبه المميزه جدا وفي اعتبارنا، وانا شايف ان هو يعني هيبقى من السمات المميزه جدا بالنسبه للنادي الاهلي في السنين الجايه ان شاء الله باذن الله. مجدي فرج، متى نرى الاهلي يتعاقد مع شركه عالميه من اجل تطوير قطاع الناشئين من جميع الجوانب؟ وده بيرجع لنا سؤال حضرتك، كنت بتتكلم عن ان عندك رغبه في تغييرات كبيره ومؤثره في قطاع الناشئين. عايزين نغير، بعض المفاهيم. احنا داخلين دلوقتي على رؤيه استراتيجيه الاساس بتاعها فريق الكوره، القاعده الاساسيه اللي عندنا لابد انها تستثمر بشكل جيد جدا فنيا وماديا. النهارده الطموحات زادت عند اللعيب وعند اولياء الامور، بحيث ان احنا في الاخر خالص من خلال الرؤيه الاستراتيجيه دي ازاي الناشئ في النادي الاهلي يبقى طالع عنده مقومات كبيره جدا، اتمنى ان احنا نحقق من خلالها احتياجات النادي واحتياجات مصر كلها، زي ما كنا زمان بنطلع كل سنه 50-60 ناشئ بيتوزعوا على انديه كتير جدا في مصر، واتمنى حتى الانديه الثانيه تبقى نفس الموضوع عشان نرجع زي زمان تلاقي 5-6 انديه بتطلع ناشئين كويسين. اعتقد ان في حاجات كتيره جدا هتتعمل بالنسبه للسنه الجايه، بس مش مجالها ان انا احكي عنها دلوقتي. عبده الراسي كتب بقى التعليق او التساؤل بشكل مختلف تماما، يعني بيعبر عن استياءه الشديد او رغبته الشديده في مشاركه النجم حسام غالي، بيقول ممكن نعرف سبب قله مشاركه غالي؟ لا ده حسام، الكابتن حسام البدري هو اللي جاوب عليه. سؤال الموجه للكابتن حسام البدري. عندنا سؤال اخر، انتوا قررتوا بيع عمرو جمال ولا لا؟ هل في قرار ببيع عمرو جمال ومعار؟ لا لا هو إعارة، لا لا إعارة بس. هل الأهلي قادر، ده ماهر عاطف بيقول، هل الأهلي قادر على حسم بطولة أفريقيا؟ بإذن الله إن شاء الله، السنة دي أملنا كبير قوي في الله إنه يوفقنا بإذن الله تعالى. أخيرا صبري سليم بيقول، الإصابات حرمت جمهور الكرة من المتعة والفن الكروي واللي كان بيقدمه ثعلب الكرة في ذاك الوقت. أنا اللي اتحرمت منكم والله.
مش انتوا اتحرمتوا مني انا اتحرمت. اه ده لسه معانا تساؤل اخر. فرانكو بيقول كان موهبه حقيقيه حريف بدرجه مجرم في لاعبين بدون ذكر اسماء رحمه الله بطلوا كوره بسببه من اللي عمل فيهم في الملعب. تعليق بيقول ان حضرتك كان موهبتك يعني خارج المنافسه وانها كانت بتصعب المهمه على اللاعبين اللي بينافسوك في الملعب. لا يمكن ربنا كان مديني برضو حته المهاره في المراوغه والحاجات دي. فيعني ده فضل من الله وموهبه هبه من عند الله فالحمد لله انها اسعدت ناس كتير يعني الحمد لله. طيب عندنا تساؤل اخر قطاع الناشئين لان حضرتك اتكلمت عن النقطه دي. قطاع الناشئين حضرتك بتقول انه الفتره الجايه هيشهد تطوير كبير وانه هيبقى من الذخيره المهمه جدا للنادي في ظهور نجوم في الفريق الاول. هيبقى فيه اهتمام ان شاء الله جدا بقطاع الناشئين في دائم الموسم القادم باذن الله. في تصورات كتيره جدا وفي امور كتيره قوي بجهز لها من دلوقتي مع اللجنه الفنيه ان شاء الله بحيث انها تعيد قيمه القيمه الحقيقيه للمواهب اللي موجوده في قطاع الناشئين وتعيد برضو امور كثيره جدا غابت عننا شويه السنين اللي فاتت ديت ومن خلالها تبقى القاعده بتاعه الاستثمار بتبدا من قطاع الناشئين ان شاء الله. هل بداتوا تشتغلوا على ده؟ انا شغال عليها. دكتور عمرو ابو المجد يعني في كوادر محترمه جدا موجوده في النادي. انا شغال عليها. دكتور عمرو ابو المجد والكابتن خالد جد الله وكل القائمين على القطاع. انا شغال عليها بس يمكن مش هتبان دلوقتي هتبان مع نهايه الموسم ان شاء الله لان احنا كنا واخدين زايد او عاملين اتفاق كده في اللجنه ما يحصلش اي تعديلات او اي تغييرات بحيث ان الامور تبقى ماشيه طبيعيه. ومع بدايه الموسم تبتدي لكن في رؤيه مشتركه مع القائمين على قطاع الناشئين بانه أكيد. في حاجات مطلوبه في الفتره الجايه عشان يؤدي بافضل شكل ممكن ويفيد النادي مستقبلا أكيد. في الفريق الاول أكيد. بافضل شكل اكيد في اتصال مباشر مع الدكتور عمرو والناس. بنتمنى لكم كل التوفيق يا كابتن زيزو. خلونا نشوف التقرير التالي مع حضراتكم مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي ونعود لاستكمال الحوار. كابتن عبد العزيز عبد الشافي شخصية ليها من العمق ومن الشمول ومن التكامل أكثر من أن يحاط بها في الحقيقة في جلسة واحدة أو في عدة جلسات لأن كابتن زيزو شخصية يعني تقدر تتكلم عن كابتن زيزو النجم كابتن زيزو الإنسان كابتن زيزو الصديق كابتن زيزو اللاعب كابتن زيزو الإعلامي كابتن زيزو المدرب كابتن زيزو ذو العين الخبيرة كابتن زيزو والرياضة المصرية كابتن زيزو وخدماته لمصر بصفة عامة كابتن زيزو ودوره في عديد من المجالات اللي فعلا يصعب انها يحاط بها في جلسة واحدة ولكن في الحقيقة ما لا يدرك كله لا يترك كله يعني لا يترك كله وكابتن عزيز الحقيقة الواحد لما بيجي يتكلم عنه بيجيله نوع من الإحساس من بالوجد أو بالتأسف لأنه هو إنسان عايش في سلام مع نفسه عايش دنيته بشكل متواكب مع الأصول ومع الحق ومع العدل ومع الإنسانية وبيعيش حياته على أساس آخرته وده شيء ممتاز جدا فأنت يعني الحقيقة ما تقدرش يعني صعب الكابتن عبد العزيز عبد الشافي في وقت كان هو مصر كلها بكل ناسها تعرف مين هو كابتن زيزو كويس يعني كانت حتى في عباره زمان يقول لك عايز تغيظه هات له زيزو بس ما حدش بيتغاظ منه ابدا حتى اللي كان بيغلبهم بيحبوه فدي هو ده كابتن عبد العزيز عبد الشافي الحقيقه كابتن زيزو الـ 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 النجم كتير من النجوم تضيف لهم النجومية كابتن عبد الوهاب الشافي يضيف للنجومية كابتن زيزو كان لاعب له تتجلى فيه كل سمات الموهبة الرياضية في كرة القدم الراجل الموهبة الفذة بيعمل حاجات ما بيعملهاش غيره على الإطلاق تبص تلاقيه واخد الناس في ناحية غير ما هو متوقع خالص كابتن هدوكوتي طبعا لما تشوف كابتن زيزو انت كمدرب اجنبي مش مصري ومش عارف مين هو زيزو بمهاراته العاليه وموهبته الفذه الغير عاديه
فانت طبعا الراجل مقاييسه الانثروبومتريه ما هياش ما هواش عملاق يعني، لكن اثبت وما هو يثبته العلم ان الموهبه تفسد كل ما يخطر على بالك من خطط ومن تكتيك ومن تكنيك ومن كل حاجه. كان دويتو زيزو والخطيب ده كان حاجه مرعبه يعني غير عاديه يعرفها الجيل السابق ايضا حتى الان موجود. واي معاهم ايضا عمالقه كابتن طاهر الشيخ، كابتن اكرامي، كابتن هاني مصطفى ربنا يشفيه، كابتن احمد عبائي من الناس الكويسين قوي، كابتن مصطفى عبده، كابتن مصطفى يونس، كابتن يعني كتير كتير قوي من الجيل بتاع زيزو. هو جيل محترم لو قدر لي ما هو موجود من امكانيات حاليا لكان الوضع خلاف الوضع. كابتن زيزو الجينات بتاعته الوراثيه اهلي قبل ما يكون لاعب كمان، والدليل على كده ما أعلمه أنا وما شفته وما هو حتى قاله في محاضرات عديدة قبل كده، إنه يعني حتى أبا عن جد أو كابرا عن كابر كما يقولون النادي الأهلي كان في أنا كابتن عبد العزيز في مرحلة من المراحل كان مستضاف في إحدى الندوات عندنا هنا في النادي ويتكلم عن قبل ما يكون موجود اتكلم عن النادي الاهلي وبكى وهو حبا في النادي الاهلي. يعني انا يعني معلوماتي ان هو بيعكف حاليا على عمل مشروع كبير جدا لتوظيف وظيفه المدير الرياضي لطفرة عالية في مجال كرة القدم في النادي الاهلي. وانا اعتقد النادي الاهلي مؤهل لهذا. ان انا ارجو ان مشروعك يا كابتن عزيز اللي انت بتسعى ليه اللي هو المركز الاهلي للموهوبين او معهد الاهلي للموهوبين او سميه زي ما تسميه، ارجو ان لا تتنازل عن هذا المشروع وان انت تعمله بحيث تكون منظومة كرة القدم في النادي الاهلي من أول الولد اللي في المدرسة لقطاع البراعم لقطاع الناشئين. على فكرة هو كان ماسك قطاع الناشئين وكان عاملين شغل كويس قوي لقطاع الفريق الأول أيضا، ويكونوا دول عاملين يعني يوصلوا لإنتاج أكبر كم من منتج الجيد عشان يكون فيه تسويق جيد والنادي الأهلي دايما في القمة. كابتن زيزو، رأيك في الكلام الجميل اللي قاله الدكتور محمد فتحي من أصدقائك المقربين جدا على المستوى الإنساني والأستاذ بكلية التربية الرياضية. ده أستاذي اللي اتعلمت منه كتير جدا جدا جدا. يعني تقدر تقول معظم إن لم يكن كل الخبرات العلمية اللي أنا تعلمتها هو صاحب الفضل الأول فيها إنها وصلتني. اتأثرت بيه جدا لما كنت طالب في الكلية وكان أستاذي وعلاقتنا كانت ممتدة لأن هو كان معانا في جيل السبعينات أيام الكابتن فؤاد شعبان وكابتن عزت أبو الروس وهو كان موجود معانا في الجهاز ومستر كوتي طبعا والكابتن عصام عبد المنعم والمجموعة الجميلة اللي كانت موجودة في الصورة اللي فاتت ديت. فالدكتور فتحي من الناس اللي أثرت فيها جدا جدا بعلمها وبأخلاقها. هو أستاذ في علوم كثيرة جدا من العلوم الرياضية وزي ما قلت حضرتك يعني معظم العلوم أو الخبرات العلمية اللي أنا تعلمتها من هذا الرجل ومن أساتذتي في كلية التربية الرياضية منها برضو الدكتور كمال درويش، الناس برضو اللي أثرت فيها جدا. فهم علموني العنوان العلمي للخبرات التطبيقية اللي أنا مريت بيها، فبقى عندي الخبرات اللي أنا بمر بيها أنا بعنونها من خلالهم علميا. دي وسعت المدارك بتاعتي تماما في ان انا المفاهيم بتاعتي تبقى واخده الشكل العلمي مع التطبيقي في وقف ان واحد، وساعدتني جدا بقى في الشغل بتاعي لان المفاهيم دي انعكست عليا في قدرتي على التنفيذ اساليب التخطيط والشغل الفني الكروي بشكل علمي والناحيه النفسيه والاكاديمي. بالظبط كل العلوم الرياضيه اتعلمتها من الناس. مهتم طول عمرك بالجانب الاكاديمي جدا؟ طبعا مش عايز اتكلم. طيب المره دي مش هساعدك زي تليفون كابتن مختار، هتتولى المهمه وتاخد الاتصال وتشوف مين معانا على الهاتف. التلفزيون اتفضل حضرتك. قول الو. الو يا كابتن.
ده صوت احمد. ايوه ده صوت احمد. ده احمد ابني احمد زيزو. احمد زيزو. ازيك يا احمد؟ ازيك حضرتك؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبارك تمام؟ الحمد لله كله مسهرينك احنا. معلش يا ابو حميد من انجلترا. احمد متابعك من انجلترا. طبعا احمد. احمد استاذ احمد اهلا بيك الاول. مساء الخير وسعداء بمشاركتك معانا. وعايزين نعرف رغم ان ربنا يخليك عرفنا من الكابتن زيزو انك مقيم للعمل خلاص مقيم بشكل يعني ثابت في انجلترا, هل رغم المشاغل وطبيعه الحياه ومواعيد الحياه بالنسبه لحياتك في اوروبا او في انجلترا تحديدا مخلياك منشغل عن النادي الاهلي واخباره, ولا دايما بحكم طبيعه العلاقه مع الكابتن زيزو ومهام منصبه الحالي وحبك للنادي الاهلي الابعاد دي كلها مخلياك طول الوقت متابع الاهلي ومتابع الوالد طبعا؟ لا, هي ملهاش علاقه بمنصب بابا في النادي. النادي الاهلي من وانا صغير يعني يعتبر جزء من حياتي اليوميه, فهو مش عمرها ما ارتبطت ان بابا في النادي او مش في, فهي بالنسبه لي لا ملهاش علاقه خالص. انا في مصر في انجلترا في استراليا يعني النادي الاهلي بالنسبه لي حاجه يوميه, فهو ما يعديش عليا يومين مثلا ممكن اعرف الكوره. عظيم عظيم. ما لعبتش كوره ليه زي كابتن زيزو؟ الموهبه كانتش موجوده ولا مش بنفس الدرجه ولا كان بيلعب برضه؟ لا, هي اول حاجه مش بنفس الدرجه طبعا, ثاني حاجه في مصر زي ما حضرتك عارف صعب شويه تعمل توازن ما بين انك انت تدرس تركز في الدراسه وفي نفس الوقت تركز انك انت تلعب كوره على مستوى عالي زي النادي الاهلي. صحيح, فلازم يبقى في تضحيه في مرحله ثانويه عامه والجامعه تحديدا مراحل الدراسه الاخيره بتبقى دايما مشكله بتواجه الناس. بالظبط, لانك انت ممكن تلاقي للاسف يعني عندنا ساعات في مصر تلاقي مثلا ميعاد المدرسه يخلص الساعه 3 والتمرين الساعه 2, مبقاش في تنسيق ما بين المجالين. فجت في الكوره بقى في التضحيه جت في الكوره. وكابتن زيزو كان دايما بيقول لنا انه كان مع المدرسه اللي بتوازن بين فكره الرياضه والدراسه, وانه مش مع فكره اهمال الدراسه على الاطلاق. لا لا طبعا, وهم كانوا مهتمين قوي بالدراسه. بالظبط. فهي يعني للاسف ساعات بس الظروف ما بتساعدش انك انت تقدر تعمل توازن ما بين الاثنين, فهي جت الكوره بقى. عموما انا بشكرك جدا لمشاركتك معانا استاذ احمد من لندن, ابن الكابتن عبد العزيز عبد الشافي, وان شاء الله نلتقي قريبا وتكون معانا في حوار كمان يكون فيه الكابتن زيزو ويكون معاه بعض افراد اسرته او بنتعرف اكتر عن قرب على الجانب الانساني او الاسري في حياته. شكرا بشكرك جدا على مشاركتك معانا. الوقت دقائق قليله جدا متبقيه ومعايا مجموعه صور هنتكلم عنها وحضرتك تعلق عليها. اتفضل. ثلاث اسئله سريعا قبل الصور هقولها لحضرتك وهتمنى الاجابات عليهم رغم ان كل سؤال عايز ربع ساعه, بس بطلب حضرتك المهمه الصعبه نجاوبه في نص دقيقه لانه بالفعل كنا خلاص هنوصل لمرحله عرض الصور والشخصيات عايز حضرتك تعلق عليها. تولي الكابتن الخطيب بما له من خبرات وما هو عليه في عالم كره القدم وخبراته الكبيره والاستثنائيه منصب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس لجنه الكوره, متوقع يكون ايه المردود لده وجود كوادر طبعا مشابهه في خبراتها زي حضرتك في مناصب داخل النادي في الفتره دي, المردود هيكون ايه؟ المردود طبيعي جدا ان الكابتن الخطيب كرمز اكد ان النادي الاهلي دايما يحتاج الى الرموز, فاعتقد ان شاء الله ان دي هتبقى حاجه كويسه قوي, واعتقد ان النتائج اللي حصلت الفتره الاخيره قوي الصغيره جدا دي بتؤكد ان شاء الله وتبشر بخير باذن الله قادم للنادي الاهلي يتناسب مع حجمه ومع تاريخه. الاجيال, عدد من الاجيال حضرتك يعني شاركت معاهم او عاصروك سبقتهم ويعني بعضهم سبقك طبعا, جيل الاسماء طبعا مع حفظ الالقاب للجميع, ميمي الشربيني, طه اسماعيل, الشاذلي, مصطفى رياض, حماده امام, ثم حسن حمدي, محسن صالح, انور سلامه, فتحي مبروك, وصفوت عبد الحليم, ثم الخطيب مصطفى عبده وثابت البطل, واخيرا الكابتن ربيع ياسين ورفاقه طبعا اخر جيل بنتكلم عنه. مين افضل جيل شاركت معاه في مجموعه الاجيال؟ لا, هو كل جيل ليه سمه. الجيل الاولاني ده انا اتعلمت منه وكنت تلميذ بالنسبه لهم, الشاذلي, مصطفى رياض, وعلى ابو جريشه وحماده امام والناس العظيمه دي كلها كانت حاجه مبهره بالنسبه لي. كنت انا صغير كنت سعيد ان انا قريب منهم ولعبت معاهم. اخر مباراه دوليه للكابتن حماد امام اول مباراه دوليه ليا, لعبت جنب الكابتن طه ولعبت مع الكابتن الشربيني ولعبت مع الكابتن ياكن الله يرحمه. بتعتبرهم المثل دول اساتذه بالنسبه لي, دول اساتذه بالنسبه لي وما انساش فضلهم ابدا, خاصه في بدايه حياتي كلاعب دولي. الجيل الاقرب للكابتن زيزو في الاداء الزملاء وفي التالق وفي الملعب, الزملاء ما فيش شك تاثيرهم اكبر كتير قوي لان بيبقى في مشاركه في النجاح والفشل والمكسب والخساره. جيل كابتن الخطيب طبعا جيل من اول بقى الكابتن حسن حمدي
لغايه لما سلمت لطارق ابو زيد. يعني انا مسلم طارق ابو زيد فنلتي يوم اعتزالي. الجيل دوت طبعا جيل الاقرب لك فنيا طبعا ونفسيا. طبعا التفاهم والتناغم والانسجام والموده والحب والفشل والنجاح والانكسار كل الكلام ده. اسف ان انا بطلب الاجابه بسرعه على الاسئله لان يعني فاضل سؤال واحد بس. الناس دايما بتسال ليه كابتن زيزو كان بيوافق في فترات انتقاليه او مؤقته على تولي المهمه حالات طوارئ بتتولى فيها منصب المدير الفني لحد فتره قريبه اللي كان فيها كاس السوبر وحصلنا عليه بفضل الله، وبتكون فتره انتقاليه او مؤقته والكابتن زيزو ما بيكونش راغب في الاستمرار وبيقول النادي يتعاقد مع مدير فني انا متولي المهمه بشكل مؤقت. ليه؟ بص انا اقول لك حاجه، يمكن اول مره اصارح بالكلام ده. انا كنت اتمنى ان انا استمر كمدير فني لان المتعه الوحيده اللي انا بستمتع بيها في العمل في الكوره او المتعه الاكبر هي متعه المتعه الذاتيه بتاعه المدير الفني. العمل الفني العمل الفني بيبقى ترجمه مباشره لفكر المدرب او فكر الرياضي كويس، ولكن الظروف ساعات بتحكم على الواحد بانك انت بتضحي بشكل معين علشان خاطر اهداف معينه. ف في الوقت اللي انا كنت موجود فيه وبمشي مثلا او باجي بشكل مؤقت كنت بقول كده علشان افصل تماما اي اغراض اخرى ممكن ان هي الاخرين يستغلوها في ان انا عايز اكون موجود مكان فلان او مكان علان. فكنت دايما يعني باثر على نفسي ان انا اكون كده، انا هادي المهمه لمصلحه سريعه لمصلحه الكيان كويس. لو النادي عايزني هيختارني هياخدني، لو المسؤول اللي موجود عايزني هيختارني لكن انا ابادر بطرح الامر انه هي مهمه مؤقته. انا عايز اشوف اول مصلحه النادي حتى لو جت على حسابي وتخلي النادي ليس في حرج. لا لا بالظبط، بتشيل الحرج بالظبط كده يعني يرى الافضل بالظبط بالظبط. طيب اسئله طبعا هي اسماء كبيره جدا وتاريخها يعني لا يتم اختصاره او اختزاله بكلمات قليله، ولكن هنعرضها على حضرتك في الدقائق القليله جدا المتبقيه وناخد تعليقات على كل اسم. طبعا مع حفظ الالقاب لكل الاسماء الكبيره من هم على قيد الحياه وبنسعد بيهم في عالمنا او من رحلوا عن عالمنا. عندنا الفريق مرتجي صاحب فضل ووالد بالنسبه لي وصاحب افضال كثيره جدا جدا عليا، حتى هو يوم ما رحت اخطب مراتي كان هو اللي اصر ان اول مره اروح بيت عيله مراتي يبقى هو اللي داخل، لان هو كان حماي الله يرحمه كان احد تلامذته في قوات مسلحه. هنعرض الصوره التاليه. الكابتن صالح سليم. لا كابتن برضه كابتن صالح من اصحاب الفضل عليا، وكابتن صالح كان بالنسبه لي رمز يعني كبير جدا جدا جدا. ما اعرفش كنت هقابله ازاي في يوم من الايام، ما بقتش مصدق نفسي لما كنت موجود في النادي الاهلي. اول مباراه ليا مع الزمالك وانا عندي 15 سنه تقريبا، هو اللي استقبلنا بعد ما كسبنا البطوله واتصورت معاه صوره اسعدتني جدا كانت نازله في اخر ساعه. كابتن صالح اتعلمنا منه كتير جدا جدا جدا، يعني كل الخبرات اللي موجوده عندنا وعندي زمايلي صاحب الفضل فيها انه وصلها لنا من اول الكابتن حسن حمدي بقى ومرورا بكل الناس الجيل اللي حضرتك اتكلمت عنه، كل الناس كلنا اتعلمنا من الكابتن صالح. من نقل لكم هذه الخبرات هو وهذه المبادئ والقيم دي الكابتن صالح، اسس المفاهيم اللي احنا كلنا اتعلمناها واللي بقت مغروسه فينا جوانا وكلنا بنشتغل بيها. كابتن حسن حمدي. حسن حمدي صاحب الفضل في ان اولا كلاعب كان مميز جدا جدا، صاحب اخلاق كريمه جدا جدا. حسن حمدي صاحب الفضل على كل أندية مصر وليس النادي الأهلي فقط في عملية زيادة الموارد المالية من خلال وجوده كمدير إعلانات في الأهرام، قدر أنه يخدم أندية مصر كلها مش النادي الأهلي بس، إنما أندية مصر استفادت يمكن من كابتن حسن في وجوده أكتر كتير جدا، واللي وصل الاستثمارات والإيرادات النهاردة في لغاية والإعلانات للشكل اللي احنا فيه دلوقتي اول في الكوره. من رفع قيمه التعاقدات ونقل المباريات وحقوق البث مش عايز كلام لصالح كل الانديه، وكان النموذج بقى اللي هو مشي على نهج الكابتن صالح وقدر يحافظ على النادي الاهلي، صاحب طبعا اكبر عدد من البطولات في تاريخه كرئيس للنادي للنادي. فاعتقد ان حسن حمدي يستحق التحيه والتقدير والاحترام الكامل. كابتن محمود الخطيب. محمود بالنسبه لي اخ وصديق وزميل، و وانا يمكن لما جه استشارني في عمليه ان هو يرشح نفسه ولا ما يرشحش نفسه قلت له الموضوع ما فيهوش اختيار بالنسبه لك من وجهه نظري، وعلاوه حتى ليك انت كشخص اعتقد انت فاضل لك كده حجر زاويه موجود في تاريخك
مش هيكملوا غير انك تبقى رئيس النادي الاهلي. رئيس النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مع احترامي الكامل لكل الرموز اللي سبقت محتاج دايما رموز تبقى موجوده. فاعتقد ان محمود الخطيب هو الرمز الامثل، واعتقد ان المردود لنجاحه كان واضح جدا 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 سواء في اثناء فتره الانتخابات أو واضح خلال السباق او بعد الانتخابات، اصوات وعمليه الفرق بالظبط. وبعدين هو في بقى في حته مهمه جدا عن محمود الخطيب لازم تتقال، ان الناس كانت فاكره ان هو دايما حجم الشعبيه بتاعته وحجم الموهبه اللي كانت متمتع بيها كلاعب ومصاحبه دي والشعبيه بتاعته اللي امتدت نتيجه ان تاريخه اتسجل، فالناس شايفه محمود الخطيب كلاعب لغايه يومنا هذا. صحيح. العمليه ديت خلت الناس بقت بتتكلم محمود الخطيب بس في الجانب ده، جانب الموهبه، جانب ان هو فز قوي كلاعب. ما يكونش كده موضوعي لانهم بيغفلوا الحديث عن امكانات اخرى اكتسبها. هل يا ترى الكفه دي هتعادلها الكفه الاخرى بتاعه الاداره؟ لا، موجوده، لان الابعاد اللي موجوده في المخيله بتاعته كخبرات مر بيها خبرات كبيره جدا. الناس ناسه ان هو قاعد 20 سنه في مجلس اداره في مناصب داخل النادي، تولى مناصب كثيره جدا اكتسب منها خبرات، فضلا عن عمله في مؤسسه عملاقه طبعا في مؤسسه الاهرام لسنوات طويله خارج النادي. وانا الحقيقه انا فوجئت بيه، كانت مفاجاه بالرغم ان انا عارفه كويس جدا، فوجئت بيه اثناء الفتره بتاعه التحضير للانتخابات والتقديم للانتخابات بان هو مرتب بشكل غير طبيعي. وبعدين مؤمن بفكر الاخرين في حته ان هو عمل برضه منظومه عمل ممتازه جدا، وفريق عمل وزع عليه الاختصاصات بشكل قدر ان هو يفرض رايه بشكل جيد جدا ومميز جدا، واحترم كل الاجيال اللي فاتت في كل المناصب. الكابتن حسن شحاته. حسن ابو علي ده من الناس الطيبه جدا، مدير فني ناجح جدا، قدر ان هو حسن مكافح من ايام ما كان بيلعب، من ايام ما كان بيلعب في الكويت وجي لعب في نادي الزمالك. حسن من الناس اللي هي نموذج للاعب المخلص جدا جدا لناديه نادي الزمالك. ادى طبعا عمل حاجه تاريخيه، انا اعتقد قلما تحدث مره تانية ان يفوز بثلاث بطولات افريقيه متتاليه بالشكل اللي هو فيه، عروض غير مسبوقه بالظبط كده. يعني هو وبعدين هو على المستوى الانساني انسان بسيط قوي، وانسان طيب جدا، وانسان متواضع، وانسان بيعرف يتعامل مع الناس، ويعني بتمنى له الصحه والعافيه والتوفيق. اخيرا اخر اسم طبعا، واخيرا وليس اخرا، كابتن محمود الجوهري. محمود الجوهري صاحب الفضل في نقل المدرب والتدريب المصري منذ ان تولى مهمه تدريب منتخب مصر وقبليها النادي الاهلي سنه 82، بصرف النظر عن اختلاف البعض في اسلوب اللعب بتاعه، انما لولا اللي عمله الكابتن محمود الجوهري سنه 90 ولعب بالاسلوب اللي لعب بيه ده، كان زماننا بنتكلم عن احنا خسرنا 8 وخسرنا 7 وخسرنا 9 في كاس العالم. الكابتن محمود الجوهري نموذج يحتذى، شرف مصر في كل المواقع اخرها الاردن لما كان هناك، رفع شان الكره الاردنيه بشكل واضح جدا ومعترف بيه، والناس هناك قدرته تقدير كبير قوي من اعلى مكان. الله يرحمه ويحسن اليه، كان مؤدب جدا جدا جدا، انسان بسيط بشكل غير عادي، انسان صاحب خلق كريم، انسان كريم جدا. ما كانش عنده حاجه في حياته غير الكوره. كابتن زيزو بشكرك شكرا جزيلا، اسعدتنا. الله يخليك. النهارده في استاد الاهلي وعلى شاشه قناه الاهلي، ثلاث ساعات مروا عمر هذا الحوار، ولسه عندنا ماده وتساؤلات وحاجات كتير كنا نتمنى الوقت يتسع لها. ده دايما مبني على ثراء الشخصيه اللي بنحاورها وثراء الضيف وخبراته وعمقه اللي بيخلينا سعداء بطرح تساؤلات كثيره جدا في اتجاهات كثيره. حضرتك كنت طبعا افضل من يتحدث في كل هذه الاتجاهات، بنشرف بيك دائما، وان شاء الله مزيد من النجاح في منصبك وفي مهمتك كمدير رياضي للنادي الاهلي، وحضرتك على قدر هذه المسؤوليه واكثر. ربنا يبارك فيك يا محمد، وانا انت عارف انا بحبك قد ايه، وسعيد بلقائي معاك، وسعيد ان انا في قناه النادي الاهلي، وسعيد بالاستوديو الجديد الجميل ده، واتمنى ان شاء الله الارتقاء، واتمنى ان انا اكون عند حسن ظن الناس، واتمنى ان انا اوفق في هذه المهمه، لان الصعوبه في هذه المهمه في انجاح المهمه نفسها، انجاح المنصب نفسه. عشان كده عايز شويه صبر مني، وعايز شويه تحمل،
فربنا يقدرنا ان شاء الله مع كل الادارات الاخرى ونوفق باذن الرحمن ان شاء الله. بشكر حضرتك على وجودك معانا. شكرا جزيلا. بشكر كل العاملين معاك في الاداره بتاعت انا بشكر زملائي كلهم طبعا سواء في الاستوديو او في الكنترول. حاسس قد ايه الاعداد وكانوا مهتمين جدا بالحلقه دي واداره القناه الكل كان مهتم بالاستاذ ايمن والناس كلها ممكن وكانوا سعداء بيها جدا وتعاملوا معاها بشكل وانا بشكرهم جدا معاك انا كمان. اشكرك يا كابتن زيزو. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لختام هذا الحوار، هذه الحلقه من حلقات استاد الاهلي وحلقه خاصه جدا مع وعن الكابتن عبد العزيز عبد الشافي نجم نجوم الكره المصريه، واحد من ابرز نجوم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا والمدير الرياضي للنادي الاهلي. شكرا لحضراتكم على المتابعه والى اللقاء.